السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ مصطفى صالح محمد، رئيس قسم التدريب مركز التطوير التكنولوجي في الإسكندرية، والمسؤول عن مسابقة سيرتي بورد 2022 إن شاء الله تعالى عن المحافظة. أول حاجة يا شباب، أنا كده عرفتكم بنفسي، أستاذ مصطفى صالح، مركز التطوير التكنولوجي، رئيس قسم التدريب ومسؤول عن المسابقة إن شاء الله. باختصار هتكلم الأول على يهمكم كلكم، المسابقة تتكلم عن ايه، شروطها ايه، ايه اللي لازم تكون هتعنيش بقى يا شباب. يا شباب انا مش عايز اقول لكم شويه نفس الكلام، خلاص انا دلوقتي بدات اسجل. اوكي، طيب المسابقه، الاول المسابقه بتقام كل سنه، المفروض ان هي بتقام على مستويات متعدده، يعني اول مستوى المستوى المحلي، يعني كل محافظه بتبدا تسجل الطلاب بتاعتها وتبعتها للوزاره، تبعت بيانات الوزاره اللي انتوا سجلتوها على الفورمز اللي كانت متشاره لكم. يعني بناء على التسجيل دوت، الوزاره بتعمل لكل طالب اكونت على منصه تفاعليه مدفوعه، يعني المنصه دي بفلوس، فالوزاره هي اللي عامله اتفاقيه مخفضه او غير مخفضه، بس في فلوس الوزاره متكفله بيها بالنيابه عننا. المنصه دي اسمها جيومتريكس، وهكتب لكم في على الشاشه يعني تجيبوها، تجيبوا البرنامج بتاعها ازاي. في جزء منكم بعت بياناته فعلا وبعتت لي الاكونتات بتاعته، بس طبعا انا حابب لما انشرها او اتكلم عليها بتتعمل ازاي تبقى للكل. هتكلم على المسابقه الاول، وبعد كده ليا شويه عتاب على الداتا اللي دخلت عندي على الفورم، سواء الفورم اللي اتبعت للوزاره مباشره والفورم النسخه الثانيه اللي كانت بتبعت لي هنا في اسكندريه. كان في تو فورمز، واحد بيتبعت للوزاره ما بشوفوش انا، والتاني كان مرايه عشان اشوف اللي انتوا بتعملوه. فطبعا انا شفت حاجات يعني مؤلمه الحقيقه. يعني بعد ما اتكلم بس على المسابقه والشروط هبقول لكم ايه اللي انا ضايقني. يعني المسابقه يا جماعه باختصار بتتكلم على ايه؟ بص، المسابقه عن افضل طالب يحقق اعلى درجه في ابسط وقت. يعني الطالب بيخش امتحان معين، امتحان الوورد او الاكسل او الباوربوينت، مفيش اكسس المتاح ليكم، يا اما الوورد يا الاكسل يا الباوربوينت، لانهم اسهل شويه من الاكسس. طالب بيدخل الامتحان بتاع الموديول او الماده دي، بنسمي الماده هنا بتاعت الاوفيس موديول وحده، يعني بيدخل الامتحان امتحان حقيقي برضو الوزاره دافعاه، وثمنه بره برضو حوالي 400 جنيه انتوا بتاخدوه ببلاش، فكل دي تكاليف الوزاره متكفله بيها، يعني في سبيل انها تبقى مهاره تتوفر عند الطالب. بيدخل الطالب الامتحان ده عنده بيتفتح له يعني واجهه اختبار حقيقيه عليها الابلكيشن، ملف وورد او باور او اكسل جواه داتا، وتحت بيبقى فيه سؤال بيطبق اللي في السؤال على الفايل عمليا، تقول له اعمل كذا، كات كوبي بيست سيف از، الشغل التقليدي كانك بتطبق في حياتك العمليه على جهاز في الابلكيشن. في عداد زمني بيبقى شغال معايا، بيبقى عدد من الاسئله بتخلصه بتطلع الدرجه بتاعتك. النجاح نفسه من 700 والدرجه الكليه من 1000، يبقى الطالب بس عشان ينجح يجيب 700 من 1000. طيب احنا هدفنا هنا في المسابقه ننجح بس ولا ننافس؟ لا ننافس، ننافس بناء على اللي لسه قايلينه من دقيقه، ان انا اجيب اعلى درجه في ابسط وقت. على سبيل المثال المنافسه اللي فاتت يعني في القاهره، هي بتتم على كذا مستوى زي ما قلت لكم، اللي تاهل ووصل لمستوى الجمهوريه في القاهره، طلبه القاهره مثلا خلصوا الامتحان، في طالب جاب حوالي 980 من 1000 في 6 دقائق. هل ده نقدر احنا كمان نوصل له ان شاء الله؟ اه نقدر. 32 سؤال ولا 35 سؤال اجيبهم في 5 دقائق او 6 دقائق واجيب 980 او اجيب ال 1000، ينفع؟ اه ينفع طالما غيري قدر. ودي كانت اول محاوله من مصر على فكره، يعني اول تجربه لينا خالص، ما كناش احتكينا خالص بالمسابقه. وكان تقريبا بطل العالم، مش فاكر تايوان او تايلاند، يعني كان جاب ال 1000 في امتحان من الامتحانات دي برضو في 4 دقائق ونص. هل دي مستحيله؟ لا مطلقا تماما. هقول لكم الطريقه ازاي. وهي مش الفكره انك تتعلم او تتعود على الحفظ، لا هي ليها اليه هتفيدك حتى في حياتك العمليه وفي شغلك ان شاء الله. تمام؟ يبقى المعيار بتاع المسابقه اني بختار ماده او موديول، يعني الكلمه دي هي الكلمه اللي بتطلق على مكونات الاوفيس، يعني موديول من موديولات الاوفيس، الفيرجن او الاصدار بتاع الاوفيس اللي بختاره يا اما 2016 او 2019، الوزاره بتفضل 19 طبعا لانه اب تو ديت احدث. ايه هو الموديولات المتاحه في 16 او 19 في المنافسه؟ يا اما وورد يا اكسل يا باور. الامتحان كام سؤال؟ بيختلف 32 سؤال، 33 سؤال، 36 سؤال، بيختلف الماده للثانيه ومن طالب للثاني، يعني بنك اسئله يعني. بس في الرينج ده. مفيش نظري خالص، الامتحان كله عملي، تطبيق عملي. بيبقى في عداد زمني، الزمن الكلي 50 دقيقه، الدرجه الكليه من 1000،
الطالب اللي يخلص يجيب اعلى درجه في ابسط وقت، يبقى طالب جاب 1000 في 7 دقائق يبقى ده خد رانك معين، طالب تاني جاب 990 مثلا في 5 دقائق، لا اللي جاب 1000 هنا لان الدرجه اعلى الوقت صحيح اطول بس الدرجه هنا المعيار. اتفقنا يا شباب؟ طبعا هيتم تدريبكم بناء بدءا من اول فبراير. انا عارف ان في طلبه منكم عندها لسه امتحانات بس مش كلكم يعني، يعني احنا كده هنبدا 1 فبراير الجدول بتاعنا 1 و3 تقريبا، وبعد كده هتلاقي الامتحان بتاعتكم خلصت بقيتوا معانا. طب اللي فاتوا محاضره، المحاضره الاولى ولا الثانيه؟ الامر هيبقى بسيط، المحاضره بعد ما بتنتهي بتتسجل زي ما انا دلوقتي بسجل الاجتماع بتاعنا، فممكن ادخل بعد كده على الرابط بتاع التسجيل واسمعها. تمام يا جماعه، دي طريقه الشغل بتاعنا. التدريب هيبقى ان شاء الله في مواعيد معينه وكلها مواعيد مسائيه وكلها اونلاين زي دلوقتي كده برضو، مفيش حضور لمركز التطوير ولا اي حاجه، وانتوا قاعدين في بيوتكم كده في الاجازه ان شاء الله. كل اللي هتعمله انك هتبقى مجهز الباقه بتاعتك كويس، فاتح جهاز الكمبيوتر بتاعك وعندك الابلكيشن اللي انا بتكلم عليه. ما ينفعش اتكلم في المسابقه على اوفيس اللي هي كل شغلها عملي تطبيق عملي وانا ما عنديش البرنامج، لا دي هتبقى بالنسبه لي مش عمليه يعني، لازم اطبق بايدي كتير، خاصه انها مسابقه بتعتمد على السرعه والوقت يبقى لازم اتدرب كتير. الشرط بتاعها انك حضرتك تكون طالب مدرسه حكوميه او قوميه من سن، هنا احنا كنا كاتبينه 14 لا هو 13 الى 18 عام. ينفع اكتر من 18؟ دوليا هي لغايه 21 سنه يعني على مستوى العالم، لان النظام الامريكي والانجليزي وبعض الدول ممكن المرحله الثانويه او قبل الجامعيه تعدي ال 18 وارد يعني. واحنا عندنا في مصر برضو التعليم الفني ممكن طالب يكون في سنه 5 تعليم فني يعني يكون عنده 19 او 20 سنه. فالطالب ده معايا ولا لا في المسابقه؟ معايا. طب ليه احنا قلنا 13 ل 18؟ عشان بس الديفولت الافتراضي في مصر الثانويه العامه يعني بيكون سن الطالب في ثالثه خلاص 18، بعد كده خلاص بيبقى دخل في سن الجامعه. تمام؟ قبل 13 لا ما ينفعش. الحاله الوحيده اللي لسه مستفسر مع مسؤول الوزاره عنها يعني هي لو الطالب فاضل له شهر ويوصل ل 13 سنه او شهرين، فتقال لي لا لازم قبل المنافسه المحليه اللي هي في ابريل ان شاء الله او اخر ابريل يكون وصل لسنه 13. يعني مثلا ما يكونش هيوصل ل 13 في شهر 6 او 7، لا كده مش هينفع. اخرنا يوصل لسنه 13 في شهر ابريل ويمكن قبل كده كمان. اتفقنا الطالب بيختار موديول واحد بس واصدار معين، يعني يا اما وورد 2016 او وورد 2019، يا اما اكسل 16 او 19، كذا نفس الكلام. تمام يا جماعه؟ طيب بيتم زي ما اتفقنا تدريبكم من خلال جدول هتشوفوه دلوقتي حالا على برنامج او تطبيق مايكروسوفت تيمز. يفضل ان يكون البريد الالكتروني للطالب الموحد يعني متفعل وتدخل من خلاله معاه التسجيل على المسابقه يعني. وده طبعا انا شفته في الداتا، مش كلكم داخلين بالبريد الموحد، في اللي مسجل بالجيميل والهوت ميل والاوتلوك والياهو مفيش مشكله، بس البريد الالكتروني الموحد امان لينا كلنا، ده بيثبت للوزاره انك طالب مدرسي. يعني انا اسف ان انا بقول التعبير ده يعني، يعني هم عايزين يحسوا بالامان، الدنيا كلها اونلاين. طب اعرف منين اللي داخل بالجيميل او ياهو ده معايا ولا مش معايا؟ مش هعرف غير من حاجه من اثنين، يا اما يبقى معاه مشرف المدرسه جايب لي الداتا، يا اما هو مسجل بالبريد الالكتروني الموحد. طيب انا عامل هنا يعني لمحات سريعه زي ما قلت لكم عن المسابقه، ان احنا بعد التدريب بنعمل لكم امتحان تحديد مستوى، يعني عندنا في مركز التطوير التكنولوجي في ابيس مقر مركز التطوير التكنولوجي الطريق الدائري مدخل قرية أبيس العشرة، يعني اللي بيركب مثلا من الموقف الجديد بيركب المشروع بتاع العوايد يقول لي نزلني عند مدخل القرية العشرة أو عند الوزارة، يعني المصطلح ده السواقين عارفين دي وكالة الوزارة يعني. مجرد ما دخلت عند المبنى بتاع وكالة الوزارة من الباب الرئيسي، وكالة الوزارة بتبقى مبنى على اليمين واحنا على اليسار في نفس يعني في نفس السور محاوطنا احنا الاثنين. تمام؟ طبعا في اللي جاي بقى من الساعه اللي جاي من يعني، المهم بتركب عوايد سريع او الساعه الموقف سريع حاجه زي كده، المهم تتاكد انه بيعدي على حاجه اسمها مدخل قريه ابيس العشره، وهي مش بعيده زي ما قلت لكم، هي قريبه من كارفور اللي في محرم بيه، مش بعيده خالص يعني. طيب تمام، كاتبين هنا ان احنا بنعمل فتره توقف شويه عشان طبعا لما يبدا الترم الثاني يعني هيبقى في بقى مذاكره وامتحانات وكده، فانتوا بس ايه هتتمرنوا هتعملوا يا جماعه، هتتمرنوا معايا وتذاكروا وتستعدوا، بعد كده لما تبدا الترم الثاني هتوقفوا معايا شويه، توقفوا شويه عشان تستعدوا تستكملوا الترم بتاعكم. انا سمعت بايظه دي اعلى حاجه. اعملوا ميوت يا شباب، اعملوا ميوت لو سمحتوا.
بيتم المفاضلة على مستوى الجمهورية كلها بين الطلبة، بيتشاف على مستوى الجمهورية أعلى ناس جابت درجات في الوورد في أبسط وقت، ياخدوا ترتيب معين ويتقبلوا مثلا، وهكذا في الإكسل والباوربوينت. السنة اللي فاتت يعني اختاروا من اسكندرية 6 وسمحوا ب 100 طالب على مستوى الجمهورية، وكان المفروض 20 بس، فقالوا لا نتيح لطلبة أكتر، فوصل الأمر إن احنا المحافظات سافرت ب 100 طالب عشان ينافسوا، وال 100 دول في النهاية بياخدوا منهم 10 بس، هم دول اللي بيتأهلوا على مستوى الجمهورية، وبيبقى ليهم جوائز على المستوى المحلي من الشركات الراعية ومن الوزارة، يعني تبدأ من لابتوب لغاية جوائز إيه يعني مالية أو حاجات بسيطة كده. طيب بعد كده ال 10 الأوائل دول بيتم اختيار 6 منهم، لولا الظروف الصحية اللي في العالم ربنا يعافينا جميعا بتاع كورونا، المفترض إن الستة دول يمثلوا مصر بيسافروا الولايات المتحدة الأمريكية، بيتم المنافسة في أمريكا يعني، بس عشان الظروف يعني السنة اللي فاتت اتعملت أونلاين، كل دولة الستة بتوعها امتحنوا أونلاين والنتيجة اتبثت في الموقع الرئيسي وتم التفاضل بين طلاب العالم واختاروا الأوائل. أعتقد السنة دي وارد برضه يبقى نفس الكلام، يبقى يعني الفرصة أنا مش عايز أقول إنها بسيطة قوي، لا بالعكس، أنت هتستفيد مهارات كثيرة جدا جدا جدا، هتاخد امتحان ثمنه مش أقل من 400 جنيه ببلاش، هتتمرن ببلاش، هيتعمل لك منصة تدريب تفاعلية يعني قيمتها بالدولار كبيرة ببلاش ده كله، والامتحان اللي هتدخله ده سيرتيفايد يعني امتحان ليه شهادة معتمدة ومعترف بيها وليها العلامة المائية بتاعتها وليها زي ما بقول التوقيع بتاع المدير التنفيذي لمايكروسوفت، يعني حاجة أوريجينال يعني، فأنت كسبان في جميع الأحوال إلى جانب المهارة. تمام يا شباب؟ طبعا الكلام هنا هيتغير شوية، كل سنة بيبقى ليها ظروف يعني، أنا كاتب بس حاجة كده إن الطالب ليه فرصة واحدة بس، يعني الطالب بيعمل حسابه يدخل الامتحان مرة واحدة بس، ما ينفعش يقول أحسن أو لا قدر الله يقول أعيد تاني، هي مرة وخلاص. الامتحان بتاعكم يا جماعة على مستوى المحلي قبل يوم 18 مارس، لسه واخد تأكيد النهاردة بالظبط كده. يعني ايه قبل يوم 18 مارس؟ نقول مثلا هيبدا 1 فبراير تدريب، هعمل حسابي ان من 1 فبراير لمثلا 25 فبراير احاول على قد ما اقدر وانتم معايا برضو نستوعب كل المحتوى العلمي ونطبق ونحل تمارين كتيره جدا على قد ما نقدر. نبدا من 25 فبراير نستعد، من 25 فبراير لغايه قبل 18 مارس نمتحنكم الجاهز منكم تباعا. يعني اللي جاهز تعالى يشرفني في مركز تطوير ابدا ادخله الاختبار، ويبدا طبعا سجل على الموقع الدرجة والوقت. خلاص هو كده عمل دوره في المرحلة دي، فاستنى بقى لما كل المحافظات تخلص خالص ويحصل الترتيب بقى على مستوى الجمهورية. تمام يا شباب؟ يبقى الامتحان آخره اللي هو المحلي، التصفيات المحلية في المحافظات المرحلة الأولى زي ما نقول يعني قبل 18 مارس. يوم 18 مارس 19 هيبقى خلاص تصفية محلية. الامتحان اللي هو بعد كده على مستوى الجمهورية ممكن يكون في اخر ابريل في نص مايو حاجه زي كده، مع مراعاه تامه للظروف وللترم والحالات الطلبه والتاجيلات اللي بتحصل، يعني الوزاره بتبقى مرنه في المنطقه دي شويه، اذا لقيت مثلا والله حصل كذا والامتحانات اتاجلت شويه فهم ممكن هياجلوا برضو معاهم المسابقه، هياجلوا وقتها يعني. مفترض على الموقع الدولي ان المنافسه العالميه تبقى في شهر 6 على مستوى العالم تبقى 6. ده الكلام الرسمي اللي بيحصل، ساعات بيبقى فيه زي ما قلنا شيء من المرونه. السنة اللي فاتت كان متقال نفس الكلام ورسى الأمر على إن المنافسة تمت في شهر نوفمبر، يعني شوف من شهر 6 لشهر 11 خمس شهور كاملة، والمنافسة المحلية اللي لسه بقول لكم أخيرها 18 مارس اتعملت في مايو، يعني بصوا وارد ده يعني. بس أنا هتكلم على الافتراضي هو اللي قلته، أخيرنا كان في الاختبارات أخيرنا 18 مارس على مستوى المحافظة، بعد كده الوزارة هتختبرنا على اللي تأهل بقى من المحافظة مع المحافظات الثانية، هيتم التصفية والاختبار امتى؟ آخر أبريل لغاية نص 5. المنافسة الدولية بقى على مستوى العالم امتى؟ في شهر 6. ده كده الترتيب الافتراضي. طبعًا هي الجوائز بتاعتها كبيرة جدًا، أول جائزة زي ما قلت لكم هي الفرصة اللي أنت أخدتها. أخدت تدريب كويس وببلاش، تمتحن ببلاش، هتاخد منصة تدريب ببلاش، فهي مفيدة في جميع الأحوال. وعلى مستوى الجمهورية زي ما قلت لكم اللي بيتأهل بيدخل بياخد جوائز يعني على مستوى الجمهورية محليا كده. تمام؟ واللي طبعا بيتأهل بقى وياخد مركز على مستوى العالم الجوائز أكتر شوية، الجوائز بتبقى 7000 دولار الجائزة الأولى، بعد كده 3500، بعد كده 1500 دولار. السنة اللي فاتت مصر حققت مركز السادس على مستوى العالم، في طالب خد المركز السادس.
وبالمناسبه ما كانش العشره، يعني ما كانش الاول على العشره، كان ترتيبه الرابع او الخامس، لكن خد سادس على مستوى الجمهوريه وما طلعش معاه طالب تاني من مصر. في الجمهوريه طلع الرابع، وفي العالم خد السادس. اه الرابع على الجمهوريه، لكن على العالم السادس، لكن هو الوحيد اللي مثل مصر على مستوى العالم، يعني هو الوحيد اللي خد المركز ده. تمام، باقي الطلبه الاول مثلا، مع كامل احترامي وتقديري مش قصدي حاجه، الاول على الجمهوريه كان مختار الباوربوينت، والباوربوينت كان المنافسه فيه صعبه شويه فما خدش مركز عالمي. بالنسبه للبريد الموحد، يعني دي حاجه كده على هامش الموضوع، يعني مفترض تكونوا عارفينه، لكن لاحظت ان في رسائل كتير جات لي الطلبه مش واخده بالها البريد الموحد ده بيتجاب منين. هو بيتجاب من انك تخش على الرابط ده كده، تكتب office365.emis.gov.eg، تدخل على الموقع ده كده هيطلب. مستر اسمعوني الصبي قطة. طب كده سامعني كده الصوت واضح؟ تمام واضح. تمام يا شباب، اول حاجه لفتت انتباهي البريد الالكتروني الموحد، ان في طلبه كتير ما تعرفش تجيبه منين. بجيبه منين يا جماعه؟ بدخل على الموقع اللي اسمه اوفيس 365 من غير مسافات طبعا .emis.gov.eg. الكلمه اللي لسه قايلها من دقيقه دي هي العتاب اللي ليكم من غير لسه مسافات. ما فيش صوت، يعني الصوت ضعيف ولا ما فيش صوت خالص؟ الصوت كويس جدا، الصوت كويس جدا. انا عندها هي، انا سامع الصوت كويس جدا. ممكن يا شباب يكون الشبكه بطيئه شويه عشان المطر عندهم مش عندك. اه ممكن تكون المطر او البقع يعني ضعيفه شويه. تمام، انا هرفع صوتي برضه على قد ما اقدر. العتاب بتاعي يا جماعه حاجه، يعني ما احنا بنستفيد مع بعض وبنتعلم، ودي من الفوائد بتاعت الموضوع بتاع المسابقه برضه. يا شباب ما فيش في المواقع مسافه، يعني لما اكتب عنوان ويب سايت زي ده كده ما ينفعش اخد مسافه، والايميل ما فيهوش مسافات. انا شفت طبعا يعني حاجات مؤلمه قوي، طلبه كتبت لي الايميل كاتب مثلا مسافه ات مسافه مش عارف ايه دوت مسافه، ما فيش الكلام ده يا جماعه، لا في عناوين المواقع ولا في الايميلات مسافات. فده زعلني جدا جدا، ومش بس زعلني عطلني، انا عايز اقول لكم بقالي بقعد لاكتر من يعني قرب الفلاني. ايه يا ابراهيم؟ اعمل ميو، هعمل ميو. طيب تمام يا جماعه، معلش انا عملت ميوت للكل بقى. طيب ما فيش مسافات لا في الويب سايت، ما ينفعش اكتب عنوان الموقع واخد قبليه مسافه، بين اجزائه مسافه، في نهايته مسافه، ما فيش الكلام ده خالص. ما ينفعش تكتب ايميل وتكون واخد مسافه الاول بعد كده تبدا تكتب الايميل، ما ينفعش يكون في مسافه في الايميل ولا في نهايته. ده الحل في التسجيل. تمام، انا عملت ميوت للكل يا جماعه، في حد بيفتح المايك لنفسه ولا ايه؟ ما حدش يفتح المايك يا جماعه، انا عامل لكم ميوت. طب تمام يا جماعه، المهم الموحد دي اخر مره هقول كده يا جماعه، اما حتى حضرتك بتتكلم يا جماعه لو سمحتوا ميوت، انا بعمل ميوت طالب بيفتح، تفتحوا ليه يا جماعه؟ لو عملتها من الاوبشن هزهقكم، يعني هتزهقوا مني لان مش عارف. مستر هي واحده بس اللي بتفضل تفتح وتقريبا مش سامعاك خالص. طيب ميوت ميوت قول، يبقى خلاص المفروض كله يا جماعه يعني يسمع بس. كله تعمل له ميوت بس في امكانيه طبعا انه يفتح زي ما انا فتحت. انا مش عايز اعمل كده، انا مش عايز اقفلها عليكم كلكم، احنا كده بنضيع وقت وبنتكلم بره منطقه التسجيل. هقفلها على الكل خلاص. انا عطل خلاص خلاص يا جماعه، هقفل المايك على الكل. المهم يا جماعه، اللي عايز يجيب البريد الالكتروني الموحد بيدخل الموقع ده، هتظهر له الشاشه دي كده، هيساله هو معلم ولا طالب؟ بالنسبه لك هتقول طالب، تكلك على كلمه طالب. هيطلب منك الرقم القومي، ده مثال اهو، وكود الطالب. كود الطالب ده المفروض معاك الاستماره في الحكومه الالكترونيه، المسؤول الاحصاء اللي في المدرسه. تمام، بعد ما تقول له انك طالب تقول له انك مش روبوت، الشاشه اللي فاتت دي انا لست برنامج روبوت التحقق من البيانات، هجيب لك صوره كده يقول لك يعني اعمل علامه على الصوره تمثل العربيات، الجرارات، اشارات مرور، عشان اتاكد انك مش اله، انك انسان، الانسان هو بيقدر يميز اجزاء الصور المتقطعه دي. بعد كده هيقول لك اتفضل بياناتك مظبوطه اهي، وادي الايميل بتاعك
اسمك اهو، ايميلك ومدرستك وادارتك. فانا عرفت الايميل الموحد بتاعي اهو بالطريقه دي. ده بالنسبه للبريد الالكتروني الموحد. نخش بقى على المسابقه. يعني انا هنا اتكلمت بس في شاشتين صغيرين، مش بشرح اوفيس ولا حاجه، لكن لازم دي تتقال. ثلاث شرح دول بيتكلموا على واجهه الاوفيس. الواجهه دي واجهه عامه مشتركه موجوده في الوورد والاكسل والباور، يبقى لازم كلنا نكون فاهمينها. ابقى فاهم يعني ايه ريبون، والشريط العريض ده كده. ابقى فاهم يعني ايه تابولات اللي هي هوم وانسرت ودرو. ابقى فاهم يعني ايه كويك اكسس تول بار، الكلام ده هيتقال في الشرح ان شاء الله، اللي هو الجزء ده كده. ابقى فاهم يعني ايه فايل منيو اللي بيسموها باك ستيج. يعني ايه باك ستيج؟ يعني قائمه فايل لما بتتفتح بتغطي الشاشه كلها، فهي باك ستيج. مش زي زمان القوائم كانت تتفتح تبقى منسدله والبرنامج نفسه اجزاءه باينه عندي، الشرايح باينه، الصفحه بتاعت الوورد باينه. لا، هنا الباك ستيج فيو اللي هو قائمه فايل بتغطي الشاشه بالكامل. اوكي يا شباب، ومساحه العمل اللي بتشتغل فيه. ده هيتقال طبعا. هنا يعني نفس الكلام متقال بس بشكل رسومي، ان الواجهه بتاعت الاوفيس الواجهه دي مشتركه، وورد بقى اكسل باور ايا كان، بتتكون من المنظر ده كده. حاجه اسمها ريبون اللي هو زي ما اتفقنا الشريط العريض ده كده اللي فيه الادوات والزراير. الريبون متقسم لتبويبات هوم انسيرت درو حسب بقى البرنامج يعني. وكل تبويب متقسم لجروبات، دي كده اسمها جروب. يعني مجموعه الاوامر اللي مكتوب اسمها تحتها وفي خط حاجز بينها وبين اللي وراها واللي قبلها، دي كده اسمها جروب. فده كده مجموعه الاوامر دي كده اسمها جروب سلايدز، تنتمي لتبويب هوم جروب سلايدز. ده كده الاوامر دي كلها اسمها اوامر جروب فونت. طالما في حاجز او خط حائل كده بينها وبين اللي قبلها وبعدها، يبقى ده جروب مستقل. يبقى تاني عندي ريبون اللي هو الشريط العريض متقسم لتبويبات هوم انسيرت درو حسب بقى البرنامج، بيختلف من برنامج لبرنامج. وكل تبويب جواه جروبس من الاوامر. الجروبس اللي جواها ايه؟ جواها كومنتس، الاوامر اللي جوه دي، وجواها حاجه اسمها لانشر اللي هو المربع ده كده. اللانشر ده بيفتح مور اوبشنز. يعني ايه مور اوبشنز؟ يعني دي كلها مش اوامر التحكم في الخط، لا، في اوامر زياده ممكن تتعامل بيها مع الفونت. طب عايز الاوامر الزياده دي، يبقى تفتح اللانشر. اللانشر ده بيدي مور كومنتس عن الجروب نفسه. الجروب فيه خمس ست اوامر 10 اوامر، عايز زياده اتفضل افتح اللانشر. بالمناسبه في جروبات ما فيهاش لانشر زي ده كده، ما فيهوش المربع اللي هنا ده. تمام. الفايل منيو دي برده من ضمن اللي في الواجهه، هي متقاله. الورك اريا اللي هي المساحه بتاعت الشغل دي، الستاتيوس بار، كان ده موحد في كله، اللي هو الشريط اللي تحت ده كده بيقول لك انت فتح باور، الشريحه رقم كام، او الصفحه رقم كام للوورد، او الشيت اللي اسمه ايه، وهكذا. تمام. والكويك اكسس تول بار اللي هو ده الشريط ده، ايه واندر. طيب، يمكن بس عشان كنت بتكلم بسرعه شويه، يبقى دي لازم تتعرف الواجهه بتاعت الاوفيس، الواجهه الموحده. طب في حاجه اسمها العناصر الاخرى دي في الواجهه. يعني ايه عناصر اخرى؟ يعني حاجات ما بتبانش دايما، بتبان في ظروف معينه، زي التبويبات المقترنه او المصاحبه اللي هي كونتكتشوال تابس. يعني ايه كونتكتشوال تابس؟ يعني باختصار كده، انا عندي مثلا عنصر زي ده، مجرد ما حددته ظهر لي التبويب اللي واخد اللون البرتقالي ده. شايفين التبويب ده وده كده، او اللون الاحمر الخفيف ده. ده كده سمارت ارت ديزاين وفورمات، دول تبويبين ما كانش ليهم وجود غير لما عملت كليك وسلكت للعنصر. فبيسمي ده كده تبويب مقترن او مصاحب. لو طلعت بره العنصر، لغيت التحديد، عملت كليك في حته ثانيه، يختفي. فهو مش تبويب اصيل، ده تبويب مصاحب. التبويبات بتبدا بهوم تنتهي بهيلب. لكن لو حددت عنصر ما، بتظهر بعد هيلب تبويبات خاصه بالعنصر ده بس، فيها اوامر خاصه بيه هو بس. اوكي، يبقى دي اسمها كونتكتشوال تابس. في حاجه ثانيه اسمها نافيجيشن بين. زي ايه يعني؟ زي مثلا امر فايند، او بلاش فايند، ممكن ديزاين ايدياز. الامر ديزاين ايدياز لما بتفتحه بيفتح حاجه كده بيسميها بين. بين يعني ايه؟ يعني لوح او اطار زي هامش كده جانبي، في شويه اوامر متقدمه شويه زي حكايه اللانشر كده، دي اسمها نافيجيشن بين. دي برضو تعتبر نافيجيشن بين، لوح للتنقل. في الاوبجكتس بقى اللي هي الايه؟ الصور، المربعات، الاشكال النصيه، وهكذا. دي الواجهه باختصار اللي هتبقى موحده في كل شغلنا. احنا اتفقنا ان المسابقه بتعتمد على انك ازاي تحقق اعلى درجه في ابسط وقت. في اليه بتساعدك على كده؟ اه، عشان تحقق اعلى درجه في ابسط وقت لازم يكون عندك نمط معين من العمل.
اولا طبعا لازم تتعلم الاساسيات اللي هي الكونسبتس. يعني الكونسبتس؟ كونسبتس يعني المعارف الاساسيه. يعني ما ينفعش اشتغل وورد عشان ادخل الامتحان وابقى مش عارف يعني ايه سيكشن، ابقى مش عارف يعني ايه بيج لي اوت، ابقى مش عارف يعني ايه هايفليشن. لا، دي اسمها كونسبتس، اساسيات، مفاهيم. لازم ابقى فاهم كويس جدا الامر برنت فيه ايه، الاكسسبيليتي يعني ايه اللي هي الاوامر اللي لها علاقه بالمعوقين مثلا، وهكذا. يعني الالترناتيف تكست ده ايه، دي اسمها كونسبتس، معلومات يعني اساسيات، مفاهيم لازم تبقى عندي. مع المفاهيم بطبق نمط جميل جدا اسمه ايه يا شباب، اسمه سكانينج وسكيمينج والريدنج ديتيلز. نمط كده بيساعدكم على انكم تحلوا الامتحان بطريقه سريعه جدا وبدقه. النمط ده بيستخدم في اختبارات التويفل والايلتس، الامتحان بتاعه التويفل اللي هي الامتحانات الدوليه بتاع اللغه الانجليزيه للناس اللي بتسافر بره او بتخش ماجستير او دكتوراه. يعني تعملوا امتحان دولي كده اسمه تويفل او ايلتس. الامتحانات دي بيعلموا فيها المهاره دي، ازاي تعمل سكيمينج، ازاي تعمل سكانينج. هي باختصار السكيمينج والسكانينج هي التعريف اللي هيظهر قدامنا دلوقتي. وات از سكيمينج؟ يعني بيقول لي فيري فاست ريدنج. عشان تدخل الامتحان بجد وتقدر تخلص في 5 دقائق وتجيب الالف من الف، لازم تتعلم مهاره سكيمينج، ازاي تقرا بسرعه. هنا بيقول when you skim you read to get the main ideas and a few but not all of the details. يبقى السكيمينج اشبه بالايه، القراءه الخاطفه كده، ان عينك تقرا بسرعه 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 بسرعه، فعينك تلمح كلمتين ثلاثه كده فهمت منهم هو عايز ايه، لكن لسه التفاصيل نفسها مش مركز عليها. هو عايز ايه في السؤال ده؟ والله بيتكلم على صوره وعايز يعمل لها ايه، شادو. خلاص شكرا كده، انا عملت سكيمينج، عيني لمحت وسط الكلام الكتير قوي كلمه بيكتشر او فوتو او شيب وكلمه شادو. اوكي خلاص كده عرفت الموضوع في ايه، يبقى كده عملت سكيمينج. يبقى السكيمينج انك تتعلم ازاي تقرا بسرعه قوي وعينك وهي بتجري كده بتجري لمحت كلمه وقفت فرملت عندها فهمت منها ايه الموضوع. هل قريت التفاصيل بالكامل؟
معذره يا شباب، برضو كان الصوت مكتوم. حقيقة تاني كنت بقول ايه، حقيقة تاني بالراحه انا كنت بقول ايه. هنا بيقول ان السكيمينج زي ما اتفقنا هو فاست ريدنج، وان المهاره دي مهمه جدا، فيري يوسفول سكيل، لانها بتخليك تعرف المعلومات الاساسيه بشكل سريع، تمام؟ ودي هتساعدك في انك تبقى قارئ جيد، بيتر ريدر. دي كويسه في حياتنا العمليه عموما. وبالمناسبه النمط الدولي كله دلوقتي نظام الاوتو تيست، زي اللي انت هتخشوه امتحان بيتصحح اليا في عدد زمني، فلازم تتعلم المهاره دي عشان تتقنه. ازاي بقى اعمل سكيم اللي هي القرايه السريعه دي اللي بعرف منها الهيد يعني المين ايدياز او الهيد لاينز، يعني من خلال خمس خطوات. ريد ذا تايتل، تقرا العنوان الرئيسي، تقرا العنوان الفرعي سب تايتل او الانترودكشن، يعني ما دخلش جوه التفاصيل بقى، اقرا عنوان الكتاب او عنوان السؤال واقرا السب تايتل الرئيسي. ريد ذا فيرست سنتنس اوف اتش باراجراف، يعني ساعات بيبقى كل فقره كده فيها كلام كتير قوي، بس اول جمله هي اللي ايه بتخمن منها الموضوع ماشي في انهي اتجاه. نوتس اني بيكتشر charts or graphics، بعينيك كده شايف ان في chart، شايف ان في صوره، شايف ان في شيب، يبقى ممكن يكون الكلام عليه. read the summary or last paragraph if there is one، يبقى هو بالبلدي بيبص على ايه، على الحاجات الرئيسيه، العنوان الرئيسي، العنوان الفرعي، اول جمله من كل فقره كده عينه تجري عليها، ما بيقراش الديتيلز كلها. لو في pictures او charts او graphics بيلمحها بسرعه، لو في summary بيلخص الموضوع يشتغل عليه، وهكذا. هبقى ابعت لكم الفايل ده يا جماعه. طب دي كده الخاصيه الاولى، انا عشان انجح في الاوتو تيست او انجح حتى ان ابقى بيتر ريدر هحتاج اعمل سكيمينج اللي هي الفاست ريدنج، ريدنج للمين ايدياز نوت ذا ديتيلز. انا مش دعوه بالديتيلز خالص، انا بشوف كده ايه السؤال ده بيقول ايه، بيتكلم على اخفاء شريحه، شكرا خلاص انا عرفت. ايه الديتيلز بقى، هي الشريحه رقم كام، هي الشريحه فيها ايه، اجيب هايد سلايد دي منين، ده موضوع تاني، بس مبدئيا عرفت. والله عيني لمحت في من خلال السكيمنج ان هو بيتكلم على ترانزيشن، اسم بقى الافكت بتاع ترانزيشن ايه، لا دي الخطوه الثانيه، بيتكلم على انيميشن. طب ايه بقى الانيميشن، هيغيره، هيغير ترتيبه، هيعدي فيه، ده يبقى ديتيلز، لكن اساسي ان هو بيتكلم على انيميشن، يبقى حد التفكير في منطقه الانيميشن. عشان بقول يا ترى انسيرت ولا لا، خلاص. المرحله الثانيه بعد ما عملت فاست ريدنج اللي هي من خلال سكيم، وعرفت انا قراري هيبقى منين، من انيميشن ولا ترانزيشن ولا من الهيلد ايا كان، ولا بعمل سيلكت الاول فيطلع لي الكونتكتشوال تاب، يعني خدت قراري من خلال السكيمنج. اروح للمرحله الثانيه بقى، مرحله السكاننج. يا ترى الكلام اللي بقوله ده ياخد وقت قد ايه، يعني مرحله السكيمنج دي تاخد منك قد ايه في قراءه سؤال او باراجراف او مقطوعه؟ عايز اقول لكم ممكن 10 ثواني. معقوله؟ لا ده انا عايز اقول اقل من كده. العقل البشري على فكره يقدر يعمل العمليات اللي انا بحكي عليها دي في زمن اقل من كده بكتير. انا مش عايز اقول كلام يعني عشان ما اخس عليا من الناحيه العلميه، انا عايز اقول انه ممكن يوصل ب 15% من الثانيه انك تتمرن على القدره دي. العقل البشري يقدر يعمل كده باذن الله، دي القياسات الايه المعمليه يعني او التجريبيه، ممكن يكون اكتر من كده واسرع من كده كمان القدره البشريه. امال انا ما بقدرش اعمل كده ليه؟ عشان دماغك مشتته بموضوع ثاني، وانت بتقرا الكتاب او بتقرا السؤال بتفكر في حاجه ثانيه، دماغك مشغوله من حاجه بحاجه ثانيه، قلقان من حاجه ثانيه. لكن لو انت مركز، لا لا هتلاقي الزمن بالنسبه لك اسرع من اللي بقوله ده بكتير. هاو تو سكيم، احنا قلناها خلاص. طب خلاص عملنا سكيم وعرفنا المين ايديا وعرفنا ان هو بيتكلم على تشارت وعايز يغير فيه الوان وبس. اخش بقى للمرحله الثانيه، سكاننج اللي هي المسح البصري التفصيلي بقى، كان عينك عباره عن سكانر ماشيه كده على الحروف وعلى الكلمات، عماله بقى تقرا الديتيلز بقى. انا فهمت ان هو بيتكلم على انيميشن او على ترانزيشن او على بيكتشر عايز يعمل لها مثلا شادو، خلاص عرفت. طب الشادو لونه ايه بقى، طب نوعه ايه، طب ستايله ايه، طب درجه اللون، ده هنا هدخل مرحله السكاننج بقى. سكاننج از ريدنج سكيل يو يوز وين يو وانت تو لوكيت ا سنجل فاكت اور ا سبيسيفيك بيت اوف انفورميشن وذاوت ريدنج افري بارت اوف ستوري، برضه مش هتقرا التفاصيل كلها هنا، امال بتقرا ايه؟ اه انا عرفت من السكيمنج ان هو بيتكلم على شادو، شادو ده لمين؟ اروح جاي بقى في منطقه السكاننج لصوره موجوده في الشريحه رقم كذا، يبقى اروح للشريحه رقم كذا واقف على الصوره. طب الشادو ده نوعه ايه؟ لا دي المرحله اللي بعدها اللي اسمها ريدنج ديتيلز بقى، عايز تقرا التفاصيل. يبقى تاني سكيمنج عرفت ان هو بيتكلم على شادو وخلاص، فانه شريحه مش موضوع دلوقتي، او على انيميشن او على ترانزيشن بتاع مين مش حكايه، ده سكيمنج. سكاننج بقى اه تفصيله بقى، الانيميشن ده على اوبجكت في الشريحه رقم 5، يبقى اروح للشريحه رقم 5 واحدد الاوبجكت.
نوع الانيميشن لا كده هخش على مرحله هتيجي في الشرح اللي بعدها اسمها ريدنج ديتيلز التفاصيل بقى الانيميشن من فوق من تحت زمنه 3 ثواني وهكذا. هنا برضو في السكاننج زي السكيمنج ما بتقراش كل شيء بس بتدور على ايه على كلمات معينه سنجل فاكت اور سبيسيفيك بيت اوف انفورميشن تو يو يوز سكاننج ميني تايمز ان يور ديلي دايلي اكتيفيتيز في حياتنا اليوميه العاديه نحن بنستخدم الخاصيه دي فعلا. بدي هنا مثال بقول فور اكزامبل يو سكان ذا شانل ليستنج اون ذا تي في. انت فعلا لما تيجي تقلب قنوات التلفزيون عينك بتبص على ايه؟ على كلمه نايل. نايل ايه بقى؟ الاول بتبص على النايل كلها نايل دراما ولا نايل تي في ولا نايل مش عارف كذا. يبقى الاول عينك بتدور على مفتاح معين وبعد كده الديتيلز هي انك تقول بقى هي دراما ولا نيل ولا وهكذا. يعني في حياتنا عمليه فعلا بنعمل كده. بيقول هنا كمان في التليفون دايركتوري لو معاك في البيت دليل تليفونات فعلا عينك بتدور على واحد اسمه محمد عبد الله فعينك بتدور على ايه الاول؟ على كل اللي اسمه محمد. وبعدين بقى لما تلاقي كذا محمد وصلت للصفحه اللي فيها محمد تبدا تركز بقى شويه اللي هي الريدنج ديتيلز بقى محمد مين. تمام. طيب والديكشنري طبعا نفس الكلام لما اجي ادور على الترجمه بتاع كلمه انت نمله يبقى الاول اجري بعيني على الايهات الحاجات اللي بتبدا بايه ثم ايه ان وهكذا. المرحله هاو تو سكان بقى وان سكانينج ميك شور ذات يور ايز موف كويكلي برده زي السكيمنج عينك بتجري بسرعه بس هنا مش المين ايديا بقى بتدور على سنجل فاكت زي ما قلت لكم رقم الشريحه رقم الصفحه الاوبجكت ده صوره ولا ايه وبس. انما اللي هيحصل بعد كده في الصوره او ايه ده المرحله الثالثه. It will help you to get information you need fast too. These steps will help you to do scanning. بص بقى الاربع خطوات دول هيساعدوك ازاي تعمل سكاننج. Read introduction to each exercise. هنا دخلنا في منطقه الاكسرسايز بقى اقرا الانترودكشن. في الامتحان بتاعكم فعلا قبل السؤال قبل كل سؤال بيحط سطر كده يقول لك انت ناوي تعمل تشارت مش عارف ايه ويسكت خلاص انت فهمت كده ان هو الكلام على تشارت. Complete the exercise by reading each question and scanning for the answers. You can use the keywords to recognize the material. في keywords كده لفتت انتباهك تبدأ ايه تستخدمه. Practice daily دي أهم حاجة. الموضوع ده عايز تمرين ايه يومي. تشتغل كتير عشان تتعلم المهارة دي. مديكوا هنا كويز كده يعني مديكوا قطعة اهي بالانجليزي. هو الكلام هنا على TOEFL وإيلتس البرزنتيشن ده يعني. قطعة متكونة من ثلاث باراجرافات بعد كده بسألك ايه المين ايديا في البراجراف رقم 2 من اقرا كده وقول لي ايه المين ايديا. ممكن تلاقي نفسك فكرت في حاجه غير اللي هو يقصدها خالص فده برضو بالتمرين بيبدا يتحقق. هاو ميني ايرث كويك فيكتيم ان بالو في كام ضحيه للايرث كويكس يعني اللي هي الزلازل في بالو دي. فلو انت مش واخد بالك ومش مدقق انا عرفت منين قلت 140. بص عيني لمحت ايه هنا كيورد هنا هي الرقم كلمه 840 اوكي وهكذا يا جماعه. يعني الحاجات دي تعتبر كيورد بالنسبه لي. الرقم ده كيورد برضه ال 20 فيت 20 قدم اللي هي تكافئ 6 متر ده تسونامي بيتكلم على ارتفاع الامواج. فانا ما قريتش الباراجراف كله انا عيني لمحت سيتي اوف بالو وان الديس الوفيات كانت كام عيني لمحت 480 بيبول اللي هي الفيكتيمز كيلد كلمه كيلد وكلمه 840 شكرا. عيني لمحت هنا يا جماعه بيتكلم على الموجه نفسها او القوه بتاعتها 7.5 ارتكويك ومش عارف ان ارتفاع الموجه 6 متر وهكذا. فده من باب التمرين اللي يقويك شويه. طبعا كل حاجه زي ما قلنا لها مزايا ولها عيوب زي ما بيقولوا ساعات يعني الاختصار السريع ده بيفقد بعض المعنى للمعلومات. يعني ممكن ايه تقلل قيمه المحتوى انت عايز تحصل على الفاست ايديا وخلاص لكن ممكن تقع منك حاجات. ساعات التلخيص المفرط فيه مش عملي يعني. وزي وبرده دي مزايا نوفر وقت وبيديك السرعه. كل حاجه ليها ميزه وليها عيب. خلاص ده كده كان حاجه كده كنت مجهزها لكم سريعه. كنت مدي مثال على بعض الاسئله ازاي اعمل فيها سكامنج وسكيننج. ادوني دقيقه كده ابص على الفايل يا شباب بعد اذنكم. اتعمل نموذج يعني على الوضع ده. الفايل ان شاء الله يكون رقم 2 باذن الله يكون موجود. هو برضه بسم الله الرحمن الرحيم.
دقيقة واحدة يا شباب. طيب هو الفايل مش قدامي دلوقتي لكن معايا على جوجل درايف اعتقد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. درايف عايزكم تشوفوا المثال اللي هقوله لكم حالا دلوقتي وده اللي هختم بيه ان شاء الله بعد كده اسمع ان شاء الله تعالى. عبال ما احمل يا جماعه الفايل الوقت المتاح لينا زي ما قلت لكم يعتبر وقت بسيط، فانا عندي عده مقترحات. في قناه اليوتيوب الخاصه بمركز التطوير التكنولوجي عليها محتوى متسجل قبل كده، يعني مثلا الطلبه اللي مختاره اكسل 2019 في زميله باشمهندسه مروه معاذ شغاله في التراك ده، يعني على صفحه او اسف على قناه مركز التطوير التكنولوجي قناه اليوتيوب بتاعتنا يعني في اكتر من 6 محاضرات او 8 محاضرات، فممكن تسبقوا بخطوه وتطلوا على المحاضرات دي بحيث انكم لما تحضروا معانا تاني المراجعه تبقى الدنيا متمهد لها شويه. برضه موجود الباوربوينت هتلاقوه على قناه اليوتيوب، محاضرات متسجله حوالي نص المحتوى على الاقل والوورد قريب من كده برضه، فممكن يعني ايه تسبقونا بخطوه زي ما بيقولوا. معلش في ساعات كده حاجة مختفية عن العين. إذا ما لقيتش الفايل قدامي دلوقتي يا شباب هبعته لكم إن شاء الله على الجروبات، فايل كده حاطط فيه نماذج أسئلة وورد وإكسل وباور وبطبق فيها الآلية بتاعت السكيمنج والسكاننج والفاست ريدنج، هي الخطوة أو المرحلة الثالثة. ألخص تاني اللي قلناه، إحنا اتفقنا لطلبة المدارس الحكومية أو القومية من سن 13 ل 18. الطالب يعني لازم يكون عنده جهاز كمبيوتر عليه الفيرجن اللي هيختاره، يعني اخترت حاجة في 2019 يبقى لازم تنزل أوفيس 2019. هزود بس كلمه كده، لازم تكون الاوفيس 64 بت. يعني انا لما احب اظبط الجهاز بتاعي عشان ابقى مستعد للاختبار لازم انزل نسخه الاوفيس اللي الفيرجن ينتمي ليها. انت مختار حاجه في 2016 يبقى اوفيس 2016، لو 19 يبقى اوفيس 2019 وات ايفر بقى نوعها ايه بقى. حاجه اسمها 64 بت. طيب اللي ما عندوش جهاز كمبيوتر عشان ده من ضمن الاسئله اللي بتجي لنا كتير، خلينا واقعيين شويه يا جماعه، لازم يكون عندك جهاز كمبيوتر او تقدر توصل لجهاز كمبيوتر. يعني انا ما عنديش لكن انا عندي في الشغل جهاز كمبيوتر وبقعد في الشغل 4 ساعات مثلا، منهم ساعه كده ممكن اخطفها اتفرغ تماما واقعد لوحدي كده وانعزل واركز في التطبيق واتمرن، اوكي بقى كان عندي جهاز في البيت. طب في جهاز عند حد قريب عزيز عليا ينفع يستضيفني وانا بطبق حبا وكرامه يعني وهكذا. انما انك تنزل الاوفيس على الموبايل لا، ما بيبقاش بنفس الامكانيات بتاعت الامتحان وشاشه الموبايل والتعامل فيها مش عملي زي المطلوب منك في الاختبار. فانصح انك تنزل نسخه الاوفيس سواء بقى 19 او 16 بس تكون كام؟ 64 بت. اوكي يا شباب. وعشان ينزلوا لازم الجهاز بتاعك يكون عليه ويندوز 10 64 بت برضه. خلاص نزلت الابلكيشن، هتحضر معانا المحاضرات اللي هتتقال اونلاين باذن الله تعالى على تطبيق تيمز وهتتسجل في قناه اليوتيوب بتاعت المركز عليها محاضرات سابقه، ممكن تسبقنا بخطوه وتبص عليها كده تمام. هبعت لكم الاكونتات بتاعتكم بتاعت جيمتريكس وهقول لكم تحملوها ازاي. ممكن اكتب لكم من دلوقتي كده انك تحمل تطبيق جيمتريكس من الموقع ده. جيمتريكس دي المنصه اللي هي فيها التطبيق التفاعلي، يعني gmatrix.net/download. تكتب كده في جوجل او في في الشريط بتاع العناوين، يعني gmatrix.net/
gmatrix.asbx. هاخد لكم كوبي وبيست. انا كنت كاتب سلاش داونلود وهو اللي حول لي بعد كده العنوان ده. تمام. يبقى بعد كده الخطوه الثالثه بدخل على الموقع ده كده بحمل النسخه بتاعه التطبيق اللي الوزاره عامله لكم اكونتات عليه. داونلود اس ام اس فيرجن 7 وكاتب لكم مواصفات الجهاز عشان تقدروا تستخدموا التطبيق ده. اوكي. ويندوز يبقى ايه، الاوفيس يبقى ايه، وهكذا. حملنا البرنامج، انا فعلا محمله عندي على الجهاز اهو، جيماتريكس. افتحه. طبعا ما ينفعش على الموبايل. طب الجيماتريكس عشان تشتغل عليه لازم على جهاز كمبيوتر برضه. تمام. انا سطبته فعلا على جهازي ونزلته اهو. بفتح التطبيق ده لما اجي اطبق عملي بقى بعد ما اتمرنت على المحاضره واثنين وثلاثه، عايز اتمرن واشوف واجهه الامتحان عامله ازاي. فده جيماتريكس بيطلب منك يوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم هي الايميل اللي انت سجلت بيه عندي في الفورم بتاع البيانات. كلكم لما جيتوا تكتبوا بياناتكم عندي كان في خانه الايميل. الايميل اللي انت كتبته اكتبه هنا بالكامل، هو ده اليوزر نيم. ما حدش يعمل كليك على اي حاجه تحت هنا خالص. ده اليوزر نيم بتاعك، والباسورد هبقى ابعته لكم على الجروب. هو باسورد موحد على فكره من باب التسهيل. يعني حتى ممكن نكتبه يعني مش حكايه. اليوزر نيم هي الايميل اللي حضرتك سجلت بيه عندي في النموذج. الباسورد هكتبها لكم اهي. هي دي اول والاي كابيتال ات 20. معلش سامحوني انا مش متاكد بقى 2021 ولا 2022. لحظه واحده. اعتقد 2021. ولازم يكون حرف الايه يا جماعه كابيتال، ما ينفعش يبقى سمول. اوكي. ات 2022 حسب السنه اللي احنا فيها. يبقى دي الباسورد بتاعتنا كلنا. اوكي يا شباب. واليوزر مين؟ اليوزر هو الايميل، اسم المستخدم بتاعك هو الايميل اللي انت سجلت بيه، تكتبه بالكامل وتكتب الباسورد. فعلى سبيل المثال انا هكتب اهو الاكونت بتاعي، انا مسجل بالايميل بتاع الوزاره، هو ده اليوزر نيم بتاعي. الباسورد بتاعتي زيكم، اول ات 2022 مثلا يعني. بعمل ساين ان. احنا قلنا الخدمه دي الوزاره اللي عاملاها لكم. ليكم 100 تيست، مش 100 تيست بمعنى 100 اختبار جوه، لا 100 لوجن. يعني ينفع تفتح نفس التيست 100 مره خلاص كده الاكونت بتاعك يبقى خلص، او تفتح خمس ست تيستات لغايه ما يتعدى لك 100 ستارت تيست. فهمتوا قصدي؟ هفتح تيستس كده، نيو تيست، هيخيرك طبعا انت اوفيس كام 16 ولا 19. هو الوزاره عامله معاكم حاجه جميله جدا انها فاتحه كله. ليه؟ قالت ربما الطالب لغايه دلوقتي شغال 19 بس جاي، يعني بعد ما سجل عندي جاي يحاول مثلا ينزل ويندوز 10 على الجهاز بتاعي وينزل عليه اوفيس 19 64 بت، الجهاز ما استحملهاش تقيل ما ينفعش، فالانسب ليه ينزل 16 خفيفه عليه، فالدنيا ما تهددش ينفع يغير فيها. فالوزاره حاطه لك ده وده عشان تتمرن على الانسب ليك، وينفع بقى كان عدل عندي. اوكي. نفترض ان الطالب مسجل حاجه مثلا 2019، يفتح اوفيس 19 هتلاقوا برضو عندكم كل الفيرجن، اسف كل الابلكيشن، مع انك مختار حاجه واحده، انت مختار يا وورد يا اكسل يا باور. طب ليه حاطط لك الثلاثه؟ عشان برضو وارد تكون لسه مش يعني مش حاسم في قرارك شويه، ممكن تقول وورد وبعد شويه تكتشف الوورد تقيل عليك وانك افضل في الباور، او العكس اخترت باور لا والله اكتشفت بعد كده الاكسل افضل. تمام. فالحريه انك ينفع يعني تتمرن على ده او ده او ده موجوده. تعمل كليك على الاختبار هتلاقي فيه حزمه اختبارات في الوورد مثلا حوالي 8 امتحانات اخرك 100 ستارت. يعني 100 ستارت؟ يعني الامتحان ده فتحته مره تعدت عليها واحده من المية، فتحته تاني مره بقوا 2 من المية،
يعني شفتحه هو على طول ماشي. فتحت ده مرتين وده ثلاثة وده أربعة. المهم اجمع عدد مرات الستارت للتستات دي اخرك 100. ده الاكونت بتاع كل طالب فيكم. طبعا بيطلع اليوزر نيم اللي هو الفيرست نيم واللاست نيم اللي انتوا كنتوا كاتبينهم في الفورم عندي. اوكي يا شباب. النماذج دي شبه الامتحان بدرجه كبيره، ونسبه من الاسئله بتاعتها بتيجي في الامتحان بس مش كلها، لكن بتتمرن منها على اداره الوقت في عدد زمني فيها شغال بجد واسئله بجد. يلا وريني الهمه بقى. اول مره خلصت في ربع ساعه، ثاني مره في 10 دقائق، ثالث مره في مثلا 5 دقائق، جبت كذا، الوقت قفل عليك الاول، لا قدرت تتمكن من الوقت شويه. المهاره يعني ايه؟ هتبدا تزيد خطوه بخطوه. تمام؟ طبعا في ميزه على فكره في الواجهه دي، افترضنا ان الاكزام ده، طبعا لما بتشاور على الاكزام بيقول لك تعال افتح وضع تريننج ولا تيستنج. وضع التيستنج ما فيهوش هيل، يعني بتفتح والعدد الزمني شغال والاسئله ما حدش بيساعدك. اما وضع تريننج بيمشي معاك يعني سؤال بسؤال، كويتشن باي كويتشن. بمعنى وضع تريننج لو اخترته هيجيب لك السؤال الاول، جاوبته صح ينقلك للي بعده، جاوبته غلط يشرح لك ايه الصح وكده تروح للي وراه، بس بتتعدى عليك من المية. يعني ما حدش يصرف في التريننج يخلص كله تريننج وما يتمرنش بالتيستنج، لازم تجرب تشتغل لوحدك تيستنج شويه. الاكزام اللي اسمهم براكتس 1 او 2 او 3 حتى، دول شبه الامتحان تقريبا. السكيل ريفيو ما بيجيش شبههم في الامتحان كتير، بس هما بنك اسئله يعني غني. تمام. الكونسبتس دي ما بيجيش فيها في الامتحان خالص، لكن بتديك مهاره الفهم. دي بتسال زي نظري كده، كانك شايف الشاشه بتاعت الباوربوينت ما بيفتحوش خالص، يقول لك لو انا حبيت اعمل انيميشن اروح لانه تبويب ادوس على زرار من غير ما افتح لك الباور. فهنا بيقويك في منطقه الكونسبتس، انت فاهم ولا لا، عارف ولا لا. لو مش عارف يبقى بالنسبه لك مضطر تفتح الابلكيشن، لا يبقى انت مستواك لسه ضعيف. فدي حاجه كده للتقويه مش اكتر. لكن الامتحان بيجي شبه البراكتس اكزام، ويعني بنسبه شبه السكيل ريفيو شويه. اما الكونسبتس لا، لكن انا على نفسي بحب احلهم جدا، لانهم بيثبتوا اني متخيل كان الشاشه بتاعت الابلكيشن قدامي وشايفها من غير ما افتحها واقدر اجاوب. اوكي، خلصت شغل بعمل لوج اوت. في ملحوظه حلوه قوي، كل امتحان من دول شبه الامتحان الحقيقي يعني 50 دقيقه. فلو فتحت مثلا الامتحان الاولاني اكزام 1 ده وضع تيستنج مود وقلت له ستارت نيو تيست، هيعمل داونلود للملفات اللي بتاعت التطبيق يعني. طبعا لازم يكون في مساحه عندك على السي، لان هو بيعمل داونلود لبعض الملفات اللي هتطبق عليها يعني. ثانيه واحده يكمل بس تحميل. ده كده نموذج شبه الامتحان يا جماعه، العدد الزمن اهو في الامتحان، بس ما بيبقاش هنا، بيبقى على الشمال شويه، مش فارقه كتير يعني. الامتحان بيتكون من حاجه اسمها بروجكتس، بيبقى فيه مثلا 7 بروجكت، انت دلوقتي بروجكت رقم 1، كل بروجكت جواه تاسكس مهام يعني اسئله يعني، تخلص المهمه تقول له كومبليتد، ثانيه تجاوبها وتقول كومبليتد، لغايه ما تخلص كل البروجكت تقول له سبميت بروجكت او جريد بروجكت، يروح ناقلك البروجكت اللي وراه وهكذا. طب افترضنا في الجيمتريكس بس مش في الامتحان الحقيقي، هنا وانت بتتمرن انك عايز تقوم تصلي، عايز يعني تروح هنا تروح هنا، تنزل ترد على والدتك او والدك، تجيب طلب وانت في وسط الامتحان ومش عايز العدد الزمني يفضل يعد عليك. تمام. في خاصيه في الجيمتريكس بس، حاجه اسمها سيف بروجكت، بيوقف العدد الزمني، وبعد كده لما تيجي تفتح الاكزام ده تقول له ريزوم، مش ستارت نيو تيست، تقول له ريزوم الاكزام اللي فات، فيفتح لك عند نفس السؤال ونفس النقطه الزمنيه اللي كنت واقف عندها، تكمل. انا تعبت النهارده وعايز اكمل بكره، والاكزام لسه انا لسه كنت فاتحه مثلا اول 10 دقائق منه، فالعدد الزمني ما يعديش عليا بقى. تمام. دي خاصيه موجوده في الجيمتريكس بس، في الامتحان الحقيقي ما فيش الكلام ده، 50 تخلص. يعني حكايه الستارت بروجكت دي معناها انك جاوبت جزء من البروجكت غلط وعكيت، انا اسف، فبتقول له انا اسف، تجاهل كل اجاباتي وحمل لي البروجكت من الاول وما تحسبش درجات، ودي في منتهى الخطوره. ليه؟ لانه يعني بتاكل جزء كبير من الوقت، لذلك ينصح انك تجتهد تجاوب من الاول بدقه يعني. بصوا كده المثال السريع ده، لو انا عايز اطبق خاصيه السكيمنج والسكاننج دلوقتي، عيني هتجري على ايه؟ عيني هتجري على كلمه لاست بيج؟ ابدا. عيني لمحت وسط الدوشه دي كلها كلمه تيبل، الكلام على تيبل، شكرا، انا ركزت ان السؤال ده ليه علاقه بالتيبل، انا كده عملت سكيمنج.
السكاننج بقى ايه بالظبط في التيبل؟ convert the table to text. يبقى في تيبل عايز يقلبه تكست، يشيل عنه خاصيه التيبل يبقى نص وبس، شكرا كده، ده سكاننج. الديتيلز بقى يا ترى اروح في انهي صفحه؟ ما في كذا تيبل في المستند اللي بيسال فيه. اون ذا لاست بيج، فين في اللاست بيج؟ تحت العنوان الفلاني. هلاقي بقى تيبل هو ده بس اللي اظلله، دي كده ديتيلز بقى، وادور على الامر اللي بيحوله لتكست يا شباب. لكن تاني السكيمنج دلوقتي، يعني جيت جري في السؤال جري بسرعه، لمحت كلمه كونفرت تيبل، اسف كلمه تيبل بس، شكرا انا كده فهمت ان الكلام ليه علاقه بتيبل. كده مرحله السكيمنج خلصت. مرحله السكاننج هجري برضو بسرعه واقول في نفسي هو التيبل ده عايز يعمل في ايه؟ زود في صف ولا عمود ولا الغيه ولا يعمل دمج ولا لا اللي كونفرت ذا تيبل تو تكست. يبقى كده دي سكاننج. ايه اللي مطلوب؟ انه هيقلب جدول ما الى تكست. جدول ما لسه ما حددتش انه جدول، ربما في 3 4 جداول. اروح بقى لمنطقه الريدنج ديتيلز بقى، اقرا التفاصيل. طب التيبل اللي عايز يقلبه تكست ده فين؟ في اللاست بيج. طب انا اروح ازاي اللاست بيج؟ بكنترول ان. طب فين في اللاست بيج؟ في 3 جداول في اللاست بيج. تحت العنوان الفلاني، وابدا اشتغل. هي طريقه العمل كده، وكلنا بنشتغل كده، يعني بتجري بسرعه. نلمح الكلام على ايه؟ على تيبل. خلاص كده اول حاجه جت في بالي ان الكلام على تيبل. النقطه الثانيه بعد كده اللي هي سكاننج، عايز ايه في التيبل؟ عايز يقلبه نص وبس. طب الديتيلز بقى، هو موجود فين التيبل ده؟ في الصفحه الاخيره تحت كلمه كذا. طب ازاي بحوله للتيبل لتكست من التابول كذا واظلله واعمل كذا وهكذا. مثال اهو تاني هنا مثلا، السؤال رقم 2 او التاسك رقم 2 بنفس الطريقه. لو بعمل سكيمنج دلوقتي ما يهمنيش كلمه سكند سنتنس ولا فيرست بيج، عيني لمحت كلمه لينك، عيني فرملت على لينك بس. يبقى الكلام على لينك اللي هو بيتجاب من انسيرت. ازاي بعمل انسيرت لينك؟ الكلام على كده، على المنطقه دي، انسيرت لينك. انا كده ده جوه ذهني دلوقتي عشان شفت كلمه لينك بس. طب اللينك ده المرحله بتاعت السكاننج بقى هيبقى ايه؟ هيبقى على ويب بيج. لينك بينادي على صفحه نت وبس. طب يا ترى ايه الكلمه اللي هحولها اللينك؟ وايه النص اللي هي او عنوان اللينك ده، الموقع الويب سايت اللي هيتروح له؟ دي بقى الديتيلز. يبقى مبدئيا عيني لمحت ان الكلام على لينك، يبقى الكلام على انسيرت ولينك. عيني لمحت ان اللينك ده هينادي على ويب بيج، مش هينادي على صفحه ثانيه. اللينك على فكره ممكن ينادي على صفحه في نفس المستند، ممكن تعمل لينك ينادي على صفحه رقم 7 في نفس المستند. لا انا لمحت انه بينادي على ويب بيج. طب اللينك ده بقى في انه كلمه هظلها واحولها لينك؟ طب والويب بيج اللي هيروح لها فين؟ دي ديتيلز بقى، تفاصيل اللي هي المرحله الثالثه من قرايه السؤال. نفس الكلام هنا، عيني جريت 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 لمحت حاجه واحده بس، ايه هي؟ كلمه بريك او بريك بس. حد انا عارف البريك بيتجاب منين؟ بيتجاب من لي اوت. يبقى دي دماغي اشتغلت دلوقتي وحولت كلمه بريك لكلمه لي اوت وجواها كلمه بريكس. ايه بقى تفاصيل البريكس ونوع واقف فين؟ ارجع تاني بعينيا اقول والله هو عايز بريك نوع كونتينوس بس، شكرا. فكده سكاننج نوع البريك هيبقى كونتينوس ده. طب اقف فين عشان اعمل البريك؟ دي الديتيلز بقى، اقول والله يعني ده في السكند بيج. فين في السكند بيج؟ قبل كلمه كذا، يبقى اقف قبل كلمه كذا. اروح رايح للاي اوت وبريكس واقول كونتينوس. كده السؤال يتحل في ثواني معدوده. الكلام يبدو في ظاهره، انا عارف يعني مش عايز اقول صعب، لا عايز شغل كتير، عايز تمرين ياما قوي، وهتتبسطوا جدا 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 من الاسلوب ده، لانه هيفرق معاكم في حياتكم العمليه كتير جدا. تمام؟ بنفس الطريقه، بصوا عيني لمحت ايه هنا يا جماعه؟ كلمه واحده بس، كلمه ليست وكلمه بوليت. قايمه نقطيه، ليست نوع بوليت. خلاص شكرا، دي كده مرحله السكيمنج. مرحله السكاننج ايه هي بقى؟ ان البوليت اللي عايزها نوعها ايه؟ عايزها جرافيك، يبقى عايز في نص معين عايز يخلي الليسته بتاعته دي تبقى بوليتس، نوعها صوره. نوع البوليت صوره. التفاصيل بقى، البوليت الليسته دي فين؟ والله موجوده فين؟ من اول كلمه كذا لكلمه كذا، يلا روح ظللها. وبعد ما ظللها اروح بقى اقول هوم واختار بوليتس واختار منها جرافيك او بيكتشر واكمل شغلي في الاختبار. تمام يا شباب؟ نفس الكلام برضو، عيني هنا في مرحله السكيمنج لمحت كلمه واحده بس، ايه هي؟ ستايل. الكلام على ستايل. الستايل ده بيتعمل لمين؟ لصوره او لشكل هندسي او رسومي بس. انا فهمت ان في شكل هندسي او صوره او شارت وات ايفر، يعني عنصر رسومي يعني، وعايز يعمل له ستايل. اسم الستايل ايه ونوعه ايه ولونه ايه؟ لا دي حاجه ثانيه، في ستايل.
طب منطقه السكاننج بقى ستايل ده ايه؟ الفلور بلان. يبقى انا هنا عندي في الصفحه ادور على فلور بلان اهو، مخطط لمبنى. برضو لازم يبقى عندي شيء من الذكاء، ما قاليش الصوره دي هنا في صفحه كام، قال لي مخطط لمبنى فلور، اسف طابق، ما قالش بقى في الصفحه الثانيه ولا الثالثه، فانا بعيني كده فلور بلان اهو، يبقى لازم اعمل له سيلكشن. الديتيلز بقى اللي هي الستايل ده لونه ايه ونوعه سيمبل ولا ثيك، يبقى حددناه ورحنا للتبويب المقترن بيه، وعيني تدور على ستايل. وخلي بالي من حاجه، ده ستايل بتاع صوره ولا ستايل بتاع شكل هندسي؟ يعني هي بيكتشر افكت الافكت ولا الستايل؟ الستايل بيكتشر ستايل. في اسئله ثانيه يقول لك بيكتشر افكت، يبقى انا شغال في منطقه ستايل اهو. نوع ايه بقى الستايل ده؟ ده دي الديتيلز بقى، سيمبل فريم بلاك. طالما قال بلاك ابقى ذكي شويه وما اختارش حاجات من دول، دول كلهم وايت، ده ابيض ده. ادور في ابيض ليه؟ ده كده الراجل بيقول لي بلاك، يبقى عيني تدور وسط الحاجات اللي فيها اطار اسمر. هو قال سيمبل ولا ثيك؟ ابقى ذكي شويه، قال سيمبل. اهي جت اهي على طول، برضو الذكاء هنا واللمحيه يا جماعه. ما اخشش على حاجه ثيك والراجل بيقول لي سيمبل. ما اخشش على حاجه وايت، دي وايت دي، وهو يقول لي بلاك. ما اخشش على حاجه اوفال بيضاوي وهو بيقول لي ريكتانجل، ريكتانجل يبقى بص في المستطيلات عشان انجز بسرعه. اتفقنا؟ فين بقى الصوره؟ جاء في الاخر كتر خيره وقال لي دي موجوده في الفيرست بيج. وهكذا يا جماعه. اوكي؟ تاني الموضوع مش صعب ولا حاجه، بس عايز شغل، عايز جهد، عايز تمرين، هتكسب مهاره باذن الله تعالى. ليا عندكم بس طلب ورجاء، ما ينفعش يا جماعه، هنتفق بقى على اليه العمل. ما ينفعش حضرتك ما تبذلش معانا مجهود والطالب المدرب ان هو يقوم بالمجهود ده بالنيابه عنك. يعني ما حضرتش محاضره عشان عندك درس، عندك ظروف، اتفقنا المحاضره بتتسجل، يبقى انت بس الحاجه الوحيده اللي بتطلبها لو سمحتوا التسجيل اترفع ولا لا يا اساتذه؟ اه اترفع. فين الرابط؟ اهو. وان كان احنا هنديك الرابط على طول تدور عليه يعني بعد كده. حلو قوي. دخلت تعمل ايه؟ تسمع انت المحاضره، بعد ما تسمعها تفتح الابلكيشن، او انت بتسمعها توقف تفتح الوورد او الباور اكسل اللي انت شغال عليه، تبدا تطبق معاه خطوه بخطوه عملي. طب يا ترى في حاجه وقفت معاك؟ تروح كاتب في كراستك، اه انا جيت اطبق دي وقعت مني شويه، يمكن بتقلب في الفيديو بطريقه سريعه، لا انا عايزه اعاده ثاني. يبقى لما تسال المدرب، سامحوني في التعبير اللي هقوله، ما تزهقوش وتاكل وقته وانت ما بذلتش جهد. لا، هيحس هو بيك من طريقه سؤالك، هيلاقيك بتسال في حاجه هو قالها في الشرح، يبقى انت ما تعبتش نفسك واشتغلت عليه على نفسك شويه. الموضوع يا جماعه تبادلي وتكافلي وتعاوني بينك وبين المدرب، ما تعتمدش على المدرب من الالف للياء، بالعكس انت ممكن تنكش المدرب في حاجات يعني يزودها في شغله. تمام؟ يبقى تاني محاضره وقتها ما نسيبنيش. ما ينفعش طبعا نظبط امورنا، انا اسف في التعبير، على ظروفكم انتم، لان ظروفكم مختلفه. لو قلت يوم السبت عشان محمد هيجي احمد يقول لي لا انا يوم السبت عندي كذا، اقول له طب خليها الاثنين عشان عبد الله، لا والله انا عندي كذا. يبقى هنمشي على ظروف المدرب وهم حاطين مواعيد مسائيه. ربنا اكرمنا وقدرنا نوفق وقتنا ودروسنا في الايام بتاعتنا دي عشان خاطر نسمع المدرب ونبقى لايف معاه كده، خير وبركه. ما قدرتش، مش في كل المحاضرات يعني، محاضره فاتت مني ولا حاجه، اسمعها فيديو واجربها واجرب اللي فيها مره واثنين وثلاثه وعشره، وبعد كده اسال اذا كان في حاجه مش واضحه. تمام يا جماعه؟ تطبيق جيمتريكس هتسطبوه زي ما قلت لكم، هوريكم تاني الرابط اللي هتخشوا عليه اهو، gmatrix.net/، ممكن تكتب سلاش داونلود وهو هيوديك للصفحه دي. اوكي؟ بعد ما تسطبه هيطلب منك يوزر نيم، اليوزر نيم هو الايميل اللي انت سجلت بيه عندي. الباسورد لازم حرف الاي يبقى كابيتال، قول ات 2022. اوكي يا شباب؟ احنا كمان هنحل معاكم في جيمتريكس بس بعد ما نشرح الاول، يعني هنشرح لكم شويه كده وبعد ما نوصل مثلا نص المحتوى ولا حاجه نبدا نفتح معاكم في جيمتريكس ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. عايز تسبقني بخطوه برضه وبعد ما شرحت لك حاجه تفتح جيمتريكس وتحل بس الاسئله اللي بتتكلم عنها والاسئله اللي لسه يعني في حاجات لسه ما جاتش ما اتشرحتش تاجلها شويه، انا معاكم برضه. يعني دي برضه عايزه ايه؟ كل واحد فيكم وهمته وشطارته. اخر حاجه يا جماعه، مش عايزين الكلام ده كله ياثر على المذاكره والدراسه. قادر توفق ظروفك مع دراستك مع اللي احنا بنقوله ده، حبا وكرما، الموضوع هيبقى فوق طاقتك. لا خلاص. في حاجه كمان اضافيه، اذا كان مستواي ضعيف شويه ولسه بالنسبه لي الوورد والباوربوينت انا متحير، يعني انا اخترت وورد بس انا من جوايا فعلا وورد ولا باور. انا شفت طلبه منكم مسجله مرتين، مره وورد ورجع بعد كده الباور، مره اكسل 16 بعد كده اكسل 2019. مين اللي ساعدك في كده؟
ممكن الجيماتريكس عشان في تمارين من هنا وهنا، ممكن تخش معانا في طول وغير، مبادره طول وغير دي تدريب بس هتسمع فيها كل بقى وورد باور وايه واكسل، ومن خلال الشرح بتاع كل شيء ده ممكن تقول لا والله انا شايف نفسي افضل في الاكسل عني في الوورد، افضل في الباور عني في الاكسل، وهكذا. فتغير ساعتها الاختبار يعني. الفرصه دي لسه موجوده، مش محتاجه تسجيل في الوزاره ولا حاجه، دي قبل الامتحان بحاجه بسيطه تقول انا همتحن كذا بدل كذا. هفتح لكم المايك، حد اسال اي سؤال انا معاكم ان شاء الله، بس بعد ما سمعتوا اللي قلته كله. وطبعا برجع تاني اقول لكم العتاب بتاعي يا جماعه، ما فيش ويب سايت لما تيجي تكتبوا ويب سايت او ايميل يتاخد قبله مسافه ولا بعده مسافه ولا وسط حروف ومسافه، يبقى الحروف لازقه ببعضها والكلمات لازقه ببعضها. ما فيش حد لما يجي يملى استماره زي ما انتوا عملتوا او بعضكم عمل، لما اقول له فيرست نيم يكتب مصطفى وياخد مسافه، ما فيش حاجه اسمها مسافه بعد ما تكتب في الفورمز النماذج التسجيل الفيرست نيم مصطفى بس خلصنا، ما تخش معانا مسافه. لاست نيم محمد خلاص شكرا، فما تكتبش تاخد مسافه لا قبل ولا بعد، تكتب المطلوب بالظبط. انا كده خلصت. انتوا محتاجين طبعا تعرفوا الجدول، افضل ابعته لكم على الجروبات احسن، عشان هبعت لكل مجموعه الجدول الخاص بي، انا عامل جدول مجمع يعني، فهبعت لمجموعه الوورد 16 والله موعدكم كذا 19 كذا وهكذا. اوكي يا شباب نفتح المايك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده عملت لكم اتاحه للمايك، يعني اللي عايز يسال في حاجه انا ما قلتهاش يتفضل، واللي هيسال سؤال وبعد كده طالب تاني يحس ان هو نفس السؤال اللي عنده وتجاوب عليه خلاص ينفع تعملوا انميوت بقى يا شباب دلوقتي. ليا ملحوظه برضو، لما تبدا المحاضرات ان شاء الله مع المدربين هنمشي بنفس النمط يا جماعه، يعني المدرب بتسيبه يتكلم الوقت بتاعه وهو بعد كده بيتيح لك انك تسال عشان ما تتشتتش وتشتت الزملاء، وكمان عشان يقدر ينتج لك تسجيل متكامل ما يحتاجش يمنتج كتير. يعني المحاضره بتاعتنا النهارده كان فيها كل شويه اقفل المايك، طب ليه يا جماعه مش قلت لكم اقفلوا المايك ده ملوش لازمه. تمام، فانت بتسيب المدرب يتكلم كده وبعدين بتكتب في النوتس بتاعتك في الكراسه الحته دي عايزه توضيح هبقى اقولها له الحته دي وهكذا. اوكي يا شباب. في ملحوظه كمان، رجاء يعني انتوا دلوقتي بتكلمونا مثلا ساعات على الواتس او التليجرام وبلاقي علامات استفهام بقى، يعني تسال سؤال وحاطط لي علامتين استفهام ثلاثه ما ترد عليا، يعني احنا بشر يا جماعه زيكم، عندنا يعني مش قاعدين مقطوعين 24 ساعه للردود، احنا المفروض لغايه وقت معين هنتفق على كده لغايه مثلا 10 مساء خلاص، بعد كده الخصوصيه بتبدا بكل شخص يعني. تمام، عشان ما حدش يزعل منكم لما يحط سؤال ويلاقينا اتاخرنا في الرد، كمان بيبقى عندنا مشاغل ثانيه، يعني بظبط الداتا بتاعتكم ولا ارد عليكم؟ لا بظبط الداتا عشان اخري بكره، فدي بتبقى اولويات. فالطالب اللي داخل معايا يراعي دي شويه، مش معنى انك حطيت سؤال يبقى لازم ارد فورا، لا بيبقى في اوقات مش قادر ارد، انت شايف نفسك انت اللي بتسال، انا بالنسبه لي بيبان على الوص عشرات بيسالوا في نفس الوقت ولازم ارد عليهم كلهم، دي حاجه. الحاجه الثانيه الطلبه بتتعب معانا شويه في حاجه، التليجرام من مزاياه ان بيبان الرسائل القديمه والسابقه، مش واحد دخل التليجرام منكم ففي يعني كلام متقال على التليجرام ينفع يطلع ويقراه، ما عادش السؤال تاني واضطر انا اكتب له تاني الروابط واكتب له تاني الحكايه والروايه، لا الكلام ده مش يعني فوق طاقتنا الحقيقه. وليا رجاء تاني لما بتكلمونا على الخاص يعني تراعوا طبعا فرق السن، وانكم بتكلموا المدرب او الاستاذ بتاعكم ما يبقاش الكلام فيه تباسط زايد عن الحد، لان ده لاحظته في بعض الطلبه يعني ما بيتكلمش صاحبك، لازم تراعي النقطه دي يا جماعه. شكرا لكم جميعا، انا هسمعكم دلوقتي لو حد عنده سؤال استفسار انا معاكم. نبدا بالترتيب، مين؟ هنا صح، هنا محمد سلامه مش كده يا بنتي ولا هاني؟ معرفش.
ايوه يا جماعه، السلام عليكم. سامعيني كده يا شباب؟ معايا يا جماعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سامعيني يا جماعه ولا ايه؟ يا جماعة اللي رافع ايده يتفضل يعمل ان ميوت لنفسه، انا خلاص شلت عنكم الان ميوت. يلا يا جماعة دلوقتي لو حد قال سأل حاجة اتفضل. لو انا دلوقتي بتدرب ممكن اعمل التدريب ده عربي بدل انجليزي؟ التنظيم ممكن نمسك الدورة عشان كده الاجوبة هتشوفوا بعض. يعني ايه يا بنتي قربي لي شويه؟ هو الامتحان بالانجليزي، الشرح بالعربي مفيش مشكله. طب ثانيه واحده، البنوته اللي معايا الاول مين؟ سلمى؟ لا نانسي. الصوت اتقطع. الصوت اتقطع. طيب عايزين نفكر نمشي بالدور عشان ما يحصلش لخبطه. ثاني كده نمشي بالدور يا مستر لو سمحت. اوكي ماشي. البنت اللي كانت بتتكلم معايا كملي يا بنتي. يا مستر بقول لحضرتك لو انا دلوقتي بتدرب تمام ممكن اعمل اقلبه عربي مثلا ولا حتى في المسابقه مش هينفع عشان في المسابقه هيبقى بالانجليزي؟ ما هو الامتحان بالانجليزي فلازم تتعلمي على الوجه الانجليزي. وعايز اقول لكم حاجه، الانجليش او اللغه الانجليزيه بتاعت الامتحان محدوده، يعني انت مطالبه بالاكسبريشن والمصطلحات اللي جوه البرنامج بيزلي او بريك، اما اللغويات يعني اللي هي اللي بتتكلم عادي كده انشا يعني لا مش هتفرق معاك حاجه. وده احنا يعني هنديهولك ان شاء الله في التدريب ومن خلال جيماتكس، فما تقلقيش من دي خالص، بالعكس انت كده هتبقى عندك حصيله لغويه جديده. ماشي؟ فاللغه الانجليزيه المطلوب منك الاكسبريشن بتاعت المصطلحات مش اكتر، كلمه بريك، كلمه مثلا هايفينيشن لو ما تعرفهاش هتعرفيها، فالعمليه محدوده بس هتزود لك مهارتك كمان. تمام يا بنتي؟ طب ماشي. طب هو الاختبار بيكون اسئله ولا بيكون طريقه كتابه؟ اختبار ايه؟ انجليزي. الاختبار بالانجليزي بيكون اسئله بس؟ ايوه فاهمه، اسئله بس ولا كمان هذه يكون في زي مقالي او اكتب مقاله او كده؟ لا لا ما فيش الكلام ده، انت شفتي لما فتحت الجيماتريكس كانت الاسئله عامله ازاي؟ بيتكلم جوه فايل مفتوح قدامك بيقول لك روح للصفحه رقم كذا في صوره في جراف في تيبل اعملي فيه كذا، تطبيق عملي كان في شخص بيكلمك بيقول لك اعملي كذا في الصفحه الفلانيه على الجزء الفلاني عملي. تمام مستر لو سمحت. عمر مستر. طيب ممكن اخد بالترتيب يا شباب. عمر عايز تقول ايه؟ عمر محمد السيد بسرعه يا عمر. انا كنت مختار باوربوينت وعايز اغيره لورد، حاسس ان هو هيبقى اسهل. مفيش مشكله خالص كده، انت بس لما تبدا انت موجود في جروب الباوربوينت هتطلع منه وتدخل في الجروب الخاص بالماده الثانيه، ما تبقاش موجود في اكتر من جروب. اتفقنا عمر؟ طب هو الجروب ادخل عليه ازاي؟ فين اللينك؟ اصلا موجود في جروب التليجرام مش كده؟ اه بتاع ماده ايه؟ الباوربوينت 2019. طيب فاكر نموذج التسجيل اللي موجود عندي اللي انت سجلته عندي فيه؟ اه النموذج الثاني افتحه هتلاقي كل رابط في التليجرام، اختار الرابط الخاص بالماده بتاعتك واطلع بقى من الجروب القديم. حاضر. عمر نزل ايدك، اللي يخلص يا جماعه يعمل ريز هاند. مستر لو سمحت انا عندي على الجهاز 2000 الاوفيس 2016 بس انا اخترت في الاختيارات 2019، فعادي لو كملت في 2019 ولا ارجع تاني اختار 2016؟ يعني جهازك 2016 لا اشتغل على 16. يعني ارجع تاني اعملها اللي هو التسجيل وعلى 2016؟ لا ما ترجعيش للتسجيل، احنا اتفقنا ايه التسجيل ده في يعني انك تخش امتحان ايه ده في الاخر خالص. خلاص انت كده عندي موجوده في المسابقه. تمام
تمام، يعني انا افضل في الجروب زي ما انا اللي هو وورد 2019. بص يا بنوته، انت دلوقتي داخله في جروب 19 في التليجرام مثلا، فهتلاقينا بنتكلم جوه الجروب ده على مواعيد بتاعه 19، وانت 16 يبقى ليكي مواعيد ثانيه زي ما قلت لاخوك عمر كده. هتطلعي من جروب التليجرام ده، خش جروب التليجرام بتاع 16 بتاع الماده بتاعتك. اتفقنا؟ تمام، شكرا. طيب يا مستر لو سمحت، انا جهازي ويندوز 10 64 بت وكل حاجه، ونزلت اصلا الجيماتريكس وكل حاجه، بس الفكره ان الاوفيس عندي 32 بت، فمشترط او 64 بت اعتقد مفيش اختلاف. لا في اختلاف كبير جدا. اولا الويندوز عندك 64 بت مش كده؟ ايوه لا متوفر 64 بت. انا ممكن انزل اوفيس 64 عادي مفيش مشكله، بس قصدي يعني بدل ما انا انستول وانستول وبتاع. بس انت بتختار ماده ايه؟ اكسل. تمام، هي في الاكسل ممكن ما تفرقش كتير، بس في الوورد يستحسن. الوورد والباور، الوورد والباور في فروق، يعني في اسئله كامله في 30 بت مش هتشتغل معاك خالص. تمام خالص. طب الاكسل يعني يستحسن اخليني في الامان؟ الامان هي النسخه 2019 كله يا جماعه، الامان لا بتاعه. انا بتكلم على 2016، انا اكسل 2016 16 كمان يفضل يبقى 64 بت. خلاص تمام، يعمل ريز هاند مستر بصراحه. اتفضل. حضرتك لما قلت ان احنا مثلا ما ينفعش نقدم في الامتحان غير مره واحده، ولا حضرتك كنت قاصد ان احنا ما نقدمش في المسابقه عامه غير مره واحده؟ لا انا قلت ما ينفعش تدخل، يعني بصي بتخش الامتحان وان شوت طلقه واحده، يعني تدخل الدرجه اللي جبتها والوقت اللي جبته خلاص كده، مفيش محاوله ثانيه. ده اللي قلت عليه. تمام، يعني بتتحسب لكم المحاوله مره واحده. تمام يا استاذ، لو سمحت انا بعد اذنك يا مستر، ويندوز بتاع 7. ويندوز ايه؟ ويندوز 7؟ اه ما ينفعش. هقول لك ليه. ويندوز 7 هتيجي تنزل عليه اوفيس مش هيقبل، اسمعني بس، مش هيقبل غير اوفيس 2016 32 بت. اوكي. طب ليه يا مستر؟ ما ممكن في ويندوز 7 64 بت عادي. خلاص جرب وشوف. انا يهمني حاجه واحده. هو ويندوز 7 فيه 32 بت و64 و10 فيه 32 و64. حلو قوي. جرب تنزل على ال7 64 بت، نزل على الاوفيس. مبدئيا الاوفيس 2019 مش هينزل على 7 خالص. اوكي ممكن أوكي. ممكن 16 معاك على 7، شوف الامكانيات بتاعته كامله ولا لا. يعني في حاجه في انسرت، في التابوت انسرت في الباور وورد اسمها 3 دي موديل، لو موجوده، لو مش موجود انسيرت 3 دي موديل يبقى النسخه دي مش هتنفعك في الامتحان خالص. لان 3 دي موديل لوحده ساعات بيجي فيه سؤال ثلاثه، متخيل؟ تخيل سؤالين ثلاثه بالكامل. مستر لو سمحت، هو انا دلوقتي مش موجود في جروب الواتساب ولا جروب التليجرام. طيب معاك الرابط بتاع التسجيل، انت سجلت اصلا في المسابقه في الرابطين ولا لا؟ مش في روابط سجلت فيها ولا ما حصلش؟ ما سجلتش اي حاجه؟ يا سلمى يا مستر، سجلت فورم واحد بس، الفورم الثاني مكتوب فيه مرحله اعدادي وثانوي وهي في سته ابتدائي، فما نفعش ان احنا نسجل في الفورم الثاني. عندها 13 سنه وعندها 13 سنه. اوكي خلاص مفيش مشكله. مش مشكله الاولاني بتاع الوزاره. ما هو ايوه الفورم الثاني اكتب لها المرحله اعدادي مثلا. مشكلة التاني ده بيصب عندنا، ممكن في كلمة تم، عشان اكتب لكم هتلاقوا في الفورم التاني كلمة تم، اكتب تم على التليجرام او الواتس، اكتب فيها بين قوسين انها في ستة ابتدائي حتى. طيب جنب اسمها بس. اللينك بتاع التليجرام او انا بعت لحضرتك الايميل بالورق بتاعها وتمام، لكن ما عنديش اللينك بتاع التليجرام. لينكات لحضرتك وللطالب اللي كان بيسأل من شويه موجوده في الفورم الثاني مش الاولاني، يعني افتحوا الفورم الثاني. الفورم الثاني ده ما سجلش فيه؟ مش مستاهله بقى. حضرتك بتتكلم على التليجرام ولا على التسجيل دلوقتي؟ انا بس بقول على التسجيل. الفورم نفسه، الفورم نفسه ما نفعش لان هي طبعا مش في المرحله دي. ما احنا حليناها بقى، هي هتختار اعدادي وتكتب جنب، بس طالما الشرط 13 سنه متحقق. وتكتبي حضرتك في نهايه اسمها كده مثلا بين قوسين، في نهايه الاسم بين قوسين انها في سته ابتدائي طالما 13 سنه ماشي. في اخر الفورم تلاقي التليجرام والواتس.
تمام. الطالب اللي كان بيسالني مش واقف طيب. انت ما سجلتش خالص يا ابني. السلام عليكم. والدة سلمى. عليكم السلام. كده الطالب اللي كان معايا قبل والدة سلمى فين؟ خلاص الطالب اللي كان قبل يا جماعه انت انا جبت انت معايا يا ابني ولا ماشي بعد اذن حضرتك. الطالب اللي كان يا جماعه بيقول ما سجلش لانه كده مش معايا في المسابقه خالص. هو خرج ولا مستر؟ نعم مفيش. انا انا عايز اعرف انا سجلت ازاي. ولا حاجه سجلت مش هتطلع لك رساله في نهايه التسجيل تم ارسال ردك وثانكس خلاص كده انت سجلت. طب انا كتبت الرقم غلط. عيد تاني رقم القومي غلط. عيد تاني. لا مش مشكله دلوقتي رقم القومي ابقى هاخده منك تسجيلي مش حكايه. انا هيهمني الايميل واسمك بس. سؤال يا جماعه لازم كلكم تكونوا سجلتوا في النموذجين تمام عشان انا لسه بكمل ارسال بيانات بياناتكم للوزاره اخر ما بكره. هنزل لكم ممكن يبقى النهارده الاثنين كمان. ما تسجلش مش عندي هي طلب بس اللي خلص سؤاله يعمل ريز هاند. انا هسال لو سمحتوا اللي كاتب يويو مين يويو؟ بسرعه ها في حد رفع ايده مين يويو مين ده؟ ايوه مين؟ ايوه مستر كنت عايز اسال بس كنت عايز اسال عن انا دلوقتي كنت باوربوينت بس عندي ويندوز 7 كنت مسجل على باوربوينت 2019 وانا ويندوز 7 ما كنتش عارف اللي هو 2019 مش هيشتغل على ويندوز 7 فدلوقتي غير 2016 يعني هيتغير. ما احنا اتفقنا قلنا ما فيش مشكله في دي المهم انك سجلت ولا لا. اه سجلت خلاص. التعديل الداخلي ده داخلي ده امر داخلي بيننا وبينكم كده ما فيش اي مشكله فيه تمام. اوكي السلام عليكم. نزل ايدك بقى اللي خلص سؤالي نزل ايده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت هو انا كنت جبت الحساب الموحد بتاعها فعلا ولما جيت بس معلش حضرتك هل هعمل حاجه بعد ما نخلص اسئله ولا نطلع اللي خلص يطلع اللي خلص يتفضل يا جماعه بس اقول لهم كده عشان بالتالي كله يطلع بحيث ايه النظام يبقى الله وقال يا جماعه والدنيا تمام اتفضل. استاذه داليا حضرتك بتتكلمي؟ انا كنت دخلت على الويب سايت اللي جبت الحساب بتاعها الموحد الاكونت بتاعها وجيت دخلت على جيمتريكس فعلا وحطيته بس بدخل الباسورد بيقول لي ان هو في يعني اليوزر نيم مش صالح ده حاجه او الباسورد فيه مشكله يعني مش شغال معايا. ماشي الايميل اتقبل 2020. بص يا فندم اكتبي على الواتس ابعتي لي على الواتس حاضر. طيب تمام دي حاجه. الحاجه الثانيه كل اللينك بتاعت التليجرام اكسباير مش بتشتغل معايا. عدلتهم يا فندم خش على النموذج الثاني هتلاقي روابط جديده. ما انا كنت لسه داخله عليه شويه بس ماشي تمام. لا والله اشتغلت انا عدلتها. طيب ما فيش مشكله ابعتي لحضرتك رقم التليفون وانا اسجله يا ريت. تمام شكرا. واسم اسم الموديول ايه؟ بعد اذنك مثلا انا عاوز اغير روابط. نعم مستر الو مين عمار ولا مين؟ عمار. ايوه مستر اتفضل يا عمار قول بسرعه دلوقتي مستر. هو الايميل اوفيس 365 ايه هو ده؟ انت في سنه كام يا عمار؟ في التسجيل انا في ثانيه اعدادي. ثاني عارف الكود بتاع الطالب بتاعك ولا لا؟ ايوه عارفه. حلو قوي خش على موقع واحنا جبناه وعرضناه باوربوينت. انا كنت فاتح قدامكم الباور بوينت وقلت لك بتخش على اوفيس 365. اه اهي قلت لكم خش على الموقع ده كده هيطلع. هتجيب البريد بتاعك ولا ما اختارش؟ عمار ثواني. ايوه سامعك يا مستر. خش على الموقع ده حبيبي كده هنجيب لك فرصتك الطوارئ. فانا الموقع ده كده خش عليه هيسالك انت طالب ولا معلم تختار معلم. هيقول لك اكتب لي القومي وكود الطالب وتحط علامة صح على لست روبوت تمام. يجيب لك شويه صور كده يقول لك قول لي مين في دول اشارات مرور مين في دول جبال. المهم تكمل معاه الخطوات يعني هيدي لك الايميل والاداره والمدرسه بياناتك واسمك. هو ده ايميلك اللي هيطلع لك بقى والباسورد هتطلع لك كمان. اتفقنا؟ انا عملت كده بالظبط. طب امال في ايه؟ يا عمار تمام انت ولا لسه؟ معاك يا مستر. يعني بص مستر قال لي اسم الحساب اللي هو ارقام واتياهو رقمك القومي. ارقام ايه؟ الرقم القومي طالب كده ولا ايه؟ رقم طالب.
طيب اكتب رقمك القومي. انا هقول حاجه، هو انا لما اجيب لاب ايه النوع الافضل ان انا اجيبه؟ أنا يعني مش متخصص صيانة قوي، بس حد أفضل مني في الصيانة. عمار بس في سؤال ولا تمام؟ لا شكرا. نازل لك عمار. بس بعد إذنك. السلام عليكم. مين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أنس تمام؟ أهلا يا أنس. حضرتك دلوقتي أنا عندي كذا استفسار بس. اتفضل. تمام دلوقتي حضرتك أنا الإقرار عملته تمام وكل حاجة، فاضل إن أنا أعتمد من المدير. هل بعد ما اعتمدوا اصوره لحضرتك وابعته الواتس ولا حاجه؟ طب بصوا يا جماعه كويس انك قلتوا كده. الاقرارات حاجه من اتنين، لو في مندوب في المدرسه او في الاداره، يعني في مشرف في منسق زي مثلا طلبه فيكتوريا كوليدج معانا مس سهير، في بعض الادارات والمدارس معاهم زميله او زميل من الموهوبين متولي موضوع المسابقه معاهم يعني، وقال لكم انا هاخد منكم الاقرار وهبقى اسلمه لمركز التطوير، ينفع في الحاله دي. طب لو انت ما فيش عندك كده وانت لوحدك في المدرسه ما تعرفش حد تاني، يبقى بعد ما بتمضي الاقرار وولي امرك بيمضي وتمضي المدير وتختمه، تبعت لي صورته على الواتس واضحه عدله كده وتحتفظ بيه معاك يوم الاختبار تجي لي بيه ان شاء الله استلمه منك. اتفقنا؟ ابعته لحضرتك على الخاص ولا على الجروب؟ لا على الخاص يفضل، هو والله وعلى الجروب حتى مش فارقه حاجه، هي الفكره بس عشان الاقيه بسهوله على الجروب يا جماعه، عشان الاقيهم كلهم متتاليين كده. الا لو انت قلقان خلينا على الخاص احسن. حضرتك بعد الاختبار، بعد الاختبار هيبقى فيه الشهاده ولا لازم ادخل المسابقه عشان اخد الشهاده؟ حضرتك فاهم وجهه نظري؟ انت بتبقى على الموقع بيتعمل لك اكونت على موقع اسمه سيرتي بورد هنتكلم عليه في حينه، بتطلع لك شهاده بي دي اف. يعني انا مش بستلمها من مكان. لا لا بي دي اف لو عايز تستلمها، اسمعوني بس، لو عايز تستلمها من مكان الموقع نفسه بيقول لك بتدخل موقع تدفع مش عارف $5 ولا $10 تبعت لك على صندوق البريد لو انت عايزها بقى ورق يعني. ايوه لكن اف بيبقى فيها رقم دولي متيقن منه يعني، ما تقلقش مني. اتفقنا؟ تمام. وابعت لي معلش خلاص خلينا على الخاص ماشي؟ تمام ماشي. معلش على الخاص. انا عايز انا عندي سؤال. مدرسه بعتها لك بقى مين تاني؟ ها في كتب مستر. طيب خالد عايز تقول ايه يا طارق؟ مستر لو سمحت انا عندي اوفيس 2003 عايز اعرف ازاي انزل 2016. جهازك على ويندوز كام؟ 7. طب بص يا بنتي، اول حاجه لازم الجهاز بتاعك يبقى 64 بت، الجهاز نفسه البروسيسور، وتنزل على ويندوز 10 64 بت، بعد كده اتكلم في الاوفيس. اتفقنا؟ تمام يا مستر. تعرف الكلام ده ازاي؟ عشان يقول لك الشاشه تشوفي كده بسرعه. تمام. بس يا بنتي انا عايز اعرف جهازي، انا الجهاز اللي قدامك ده ينفع ولا ما ينفعش؟ اهو شايفه الشاشه بتاعت الديسكتوب بتاعي. حلو قوي، في ايقونه زي ماي كمبيوتر زيس بي سي ايا كان ده ايقونه الجهاز يعني، تعملي عليها كليك يمين، كليك يمين بروبرتيز. بص كده يا بنتي الجهاز بتاعي انا، الجهاز الشخصي مكتوب ايه هنا؟ السيستم بتاع البروسيسور همشي معاه كده اي 3 مش عارف ايه. ها انا عايز اقول كلمه 64 بت هي دي اللي تهمني. بص يا بنتي سيستم تايب كام؟ ايه بشاور على الماوس 64 بت. 64 مين ال 64 بت دي؟ نوع الويندوز، الويندوز السيستم دي الاوبريتنج سيستم، الويندوز 64 والبروسيسور بتاعي الاخر كام؟ 64 او بروسيسور 64. يبقى طيب. اهم حاجه عندك يا بنتي البروسيسور الاول يكون 64، وبالتالي ينفع ينزل عليه ويندوز 64 وبعدها تنزلي اوفيس 64. اتفقنا؟ تمام. واللينكات لو السيشن فاتتني اللينكات هتنزل على ايه؟ على الجروبات، هكتب لكم الرابط على جروب التليجرام وعلى جروب الواتس اللي انتوا فيه ان شاء الله. طب لو ويندوز 7 و 32 بايت يبقى ايه؟ ينزل عليه ويندوز ايه؟ بص يا جماعه اهم حاجه البروسيسور نفسه كام؟ هو انتل كور ديو تو ديو 166 جيجا هرتز 1.7. طب هو 1.6 ضعيف شويه بس اوكي سيبكم الويندوز خليني في البروسيسور كام؟
64 ولا 32 بروسيسور نفسه؟ هو اللي مكتوب قدامي كور توديو سي بي يو 1.066 جيجا هرتز 1.67 جيجا هرتز. طب تحتها الرامة ال 1 جيجا. طيب مبدئيا عشان تنزل حلو قوي، مبدئيا عشان تنزل ويندوز 10 او اوفيس 2019 او 16 والجهاز يستحمل لازم الرامة تكون اكتر 2 جيجا على الاقل. تمام. طب يعني هتعملوا ايه، هتتصرفوا ازاي؟ ما هو لازم تدوروا على حل يا جماعه. طب مستر معلش يعني ايه الحل؟ بصوا يا جماعه الحلول متنوعه، يا اما تشوف حد قريب منك عنده جهاز قريبك يعني او كده، يا اما بس دي طبعا ما اعرفش هتعملوها ازاي. اذا كنتوا عايزين يعني في مكان مثلا تدريب عندنا في مركز التطوير تيجوا تحضروا اللي عنده مشكله في جهازه، يعني نظبط الدنيا. بس ما اعرفش معلش سؤال بس دلوقتي انا موبايلي ما بخش. لو سمحت خلاص يا ساره جاوبت على سؤالك. لسه بس لو سمحت هو فين المكان؟ شكرا. طب نزلي ايدك يا ساره. نعم دلوقتي انا داخل حساب اختي. انتوا بتتكلموا مع بعض يا جماعه، اتفضل حضرتك بتقول ايه؟ طب انا داخل حساب اختي. عمر عمر فين عمر احمد؟ وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسرعة شوية. عمر. أنا عمر معانا ولا لا؟ نتكلم على عمر أحمد بعد إبراهيم العالم معانا. أوكي. ما هو المفروض اللي رفع إيده. أوكي أوكي. محمد أشرف. اتفضل يا محمد. أيوه مستر معلش بس كان إيه لي مكالمة كتبها كنس. بقول لحضرتك يا مستر ممكن حضرتك تبعت لنا الأد بتاعة الجروبات وكده. عمر انت عمر اللي بتتكلم. عمر انا عمر العادل. عايز لينكات ايه عمر؟ اللينك اللي هو بتاع التحميل واللينك اللي هو بتاع متطلبات الجهاز وال اسمها ايه دي وقناه اليوتيوب. حاضر انا يا حاضر. انت الاول سجلت في المسابقه على الرابطين؟ ايوه تمام يا مستر ورحت سلمت الاقرار وموجود معانا على جروب التليجرام او الواتس يعني كده. تمام اكتب لي كده على الجروب عشان ما انساش. معلش يا مستر انا عندي جيجا واحده بس. عمر خلاص هو فين يا مستر المكان حضرتك؟ عمر خلاص كده. عمر لا انا عايز اسال حاجه معلش يا مستر. عمر انا مستر يا عمر فين المركز بتاع حضرتك يا عمر؟ مستر لو ثواني يا جماعه. عمر في سؤال تاني؟ ايوه يا مستر بقول لحضرتك هو انا في الستيمنج يا مستر. طب انا اعرف منين إيه؟ انا بقرا بسرعه دلوقتي بعدي بعيني هعرف منين هو طالب ايه بالظبط؟ حلو فهمت قصدك. بص يا جميل واحنا بنشرح في حاجه هتاخد كونسبتس. يعني ايه كونسبتس؟ يعني كي ووردز كلمات اساسيه هتاخد ملامح اساسيه في كل ابلكيشن. لما اجي اتكلم على الوورد هقول لك انك لازم تعرف يعني ايه بيج لي اوت، يعني ايه بريك، يعني ايه هايفينيشن. الكلمات دي هتحفظها كويس جدا او تستوعبها كويس جدا، عينك هتطور عليها وسط السؤال، هي دي اللي عينك هتلمعها في السكيمنج والسكاننج. تمام فهمت قصدك. شكرا يا مستر. تمام شكرا. بعد اذنك يا مستر انا عندي جيجا واحده بس. بعد اذنك يا مستر نزل ايدك يا عمر لو خلاص. بعد اذنك يا مستر انا عندي جيجا واحده بس. معلش مستر يا جماعه اللي بيتكلم مستر انا عندي سؤال. يا جماعه محمد اشرف اتفضل بسرعه شويه. حاضر يا مستر. هو في المركز بتاع حضرتك او في كتب مدخل مدخل ابيس العشرة الطريق الدائري؟ سوري مش في كتب حضرتك كتب؟ يعني قصدك ماده علميه؟ يعني طيب ما انت هتسمع معانا فيديو يا محمد الفيديو ده هيتسجل لك تسمعه مره واثنين وثلاثه. ماشي لا يعني اصلا ما فيش وقت طويل قوي للكلام ده كله. مدخل ابيس العشره. طيب محمد تمام كده حبيبي نزل ايدك. دي بس مدخل ابيس العشره. بس يا مستر انا عندي جيجا واحده بس. واحده بس ثواني بس محمد خلاص ولا عايز تسال في حاجه ثانيه؟ لا مدخل ابيس العشر بس. وايه بس كده خلاص تقول وكاله الوزاره. وكاله الوزاره ماشي. بعد كده مكان السطر نزل ايدك يا اسلام. اسلام عايز تقول ايه؟ انا عندي واحد جيجا بس. السلام عليكم يا مستر.
السلام عليكم. يعني الايميل الموحد ده ادخل بيه على الجيم تريكس؟ قول تاني كده. الايميل الموحد ادخل بيه على الجيم تريكس؟ تمام. السؤال ده مزعلني. احنا مش قلنا في الاجتماع ان الايميل اللي انت سجلت بيه عندي، انت سجلت عندي بايه؟ بايميل. ايوه اللي هو جيميل، ياهو، اوتلوك، ولا الموحد؟ جيميل. خلاص يبقى الجيميل. تمام يا جماعه. الداتا ولما اجي بقى احط معني يا اسلام الداتا اللي انت كتبتها باسورد. اسلام استنى، الايميل اللي انت سجلت بيه في النموذج انا بعته للوزاره، هتخش بغيره ازاي؟ الوزاره سجلته هو في الجيماتريكس، والباسورد كتبتها لكم اول ات 2022 الاي كابيتال. الايه؟ في سؤال تاني يا اسلام؟ لا بعد اذنك يا مستر عندي سؤال. مستر معلش بعد اذنك يا مستر، انا عندي جيجا واحده بس في الكمبيوتر. خلاص انا هعمل ايه؟ قول لي انت الحل بقى، اديني اجابه، انت اديني حل. ادخل بالباسورد ده مستر اللي حضرتك بعته. ايوه بالايميل اللي انت سجلت عندي تكتبه في اليوزر، الباس اللي انا كنت اللي انا كتبته لكم اهي على الشاشه، اول ات 2022 الاي كابتن. مستر عايز اسال سؤال معلش. خلينا بالترتيب. اسلام انت تمام كده يا اسلام؟ اسلام خلاص نزل ايدك. ولا عايز ايه؟ ولا بسرعه. ولا مصطفى بسرعه. يا استاذه ولاء مصطفى معانا يا بنتي؟ بعدين انت كمستر ولاء انت معانا يا ولاء؟ انا معاك اهو يا مستر. طب قول يا بنتي يا ولاء عايزه ايه؟ عايز حاجه؟ ايوه انا عايز. انا لازم كمان استنى يا ابني، قول يا ولاء. خلص يا جماعه. انا ولاء، انا من طب اتفضلي، عايز اسالك ايه؟ انا سجلت عندك، انا طلعت من اعدادي وعندي 12 سنه. انا اعرف ان انا اتقبل. عندك كام سنه بتقولي؟ 12. اعرف ان انا اتقبل. لا ما اتقبلتيش يا ولاء، احنا مش اتفقنا انا 13 سنه؟ يعني هو انا 13 سنة على الأقل. ليه سجلتي؟ انا في اولى اعدادي معايا ولا ولا ايه؟ انا في اولى اعدادي وعندي 12 سنة بس، عشان انا ما قلتش على 9. طيب المسابقة نفسها هتقام محليا على مستوى الجمهورية في شهر 4، يعني لازم يكون 13 سنة في شهر 4. بصي يا ولاء، ابعتي لي بس بدون تكليف على الواتس انت او ماما يعني او بابا بياناتك، عشان كده ما يبقاش في مسؤولية لا عليا ولا عليك يا بنتي. ممكن ممكن ضروري عشان بعد اذنك يا مستر. خلاص خليه بالترتيب. محمد عادل ولاء نزلي ايدك يا بنتي. السلام عليكم مستر. محمد عادل بسرعه، عايز ايه يا محمد؟ لو سمحت، هو هل في شهاده معتمده بعد الامتحان ان اكملت دوره التدريب لورد 2019؟ هتطلع لك بعد الامتحان، هتطلع لك الشهاده بتاعت الامتحان نفسه، الشهاده الرسميه. تمام كده يا محمد؟ واخدها ازاي؟ بي دي اف يا محمد، حملها داونلود وطبعها انت. انا هكمل 12 سنة في شهر 3 ده. اوكي في شهر مين اللي هيكمل؟ محمد برضو؟ ايوه انا. اوكي تمام، طالما في شهر 3 قبل شهر 4 ماشي. 12 سنة يبقى 3 يوم كام؟ يوم كام يا محمد؟ يوم 12. زي الفل، انت كده معانا. امتحانكم قبل 18/3، يبقى انت قبل 18/3 هتكون كده وصلت 13 سنه، مفيش مشكله. نزل ايدك يا محمد. بسم الله. مش طب الواحد نزل ايدك يا محمد. خلاص معاذ بسرعه، معاذ نبيل عايز ايه يا حبيبي؟ بسرعه مستر. انا على البرنامج جيمتريكس مش بدخل النيك نيم الجيميل بتاعي، والباسورد مش راضي يقبلهم، بيقول لي انفيلد يوزر نيم اور باسورد، مش راضي بيه. اطلع عليها شويه، لان في جزء من بياناتكم اتبعتت للوزاره، في جزء جالي ان في بيانات غلط، بعضكم كاتب بيانات مش مظبوطه. انت كاتب ايميل بشكل سليم؟ كاتب الجيميل بتاعي. طب ابعته لي على الواتس. الجيميل اللي انا كاتبه اللي انا بستخدمه على الاوفيس. اوكي ابعته لي تاني على الرسائل على الواتس. ماشي حاضر. ماشي. انا بعت جزء من بياناتكم، في جزء لسه. في سؤال تاني معاذ؟ تمام مستر.
خلاص اوكي استنى بسرعه سؤال بسرعه هنا عايزه ايه زينة محمود عايزه ايه بسرعه مستر حضرتك كان الجهاز بتاعي 32 بت ينفع نزل عليه باور بوينت 2019 لا يا بنتي احنا اتفقنا عشان ينزل 2019 بينزل على جهاز عليه ويندوز 10 64 بت يفضل يعني والاوفيس يبقى 64 بت فالجهاز ويندوز 7 كده بالنسبه لك صعب اوكي شوفي شوفي هتعملي ايه بعد ظبط الدنيا بعد اذنك خلاص يا زينه محمود انور بسرعه يا محمود عايز ايه بعد اذنك يا مستر انا عاوز اغير من الورد الورد 2016 انا مختار يا جماعه ما قلنا مشكله يا جماعه خلاص ارجوكم ما تسالوا الاسئله المختصره مش قلنا يا جماعه دي بينا وبين بعض معلش لو ده سؤالك نزل ايدك محمود محمود انور عايز ايه يا محمود بسرعه ينفع اغير من الورد 2019 2016 ده سؤال برضو ما لسه رادد على زميلك وقلت لك ده دي حاجه بينه وبين بعض ماشي معلش لسه داخل شويه طيب يا حبيبي نزل ايدك ماشي خلاص كده جبت على سؤالك يلا اللي بعده مين لوجين ها بسرعه لوجين عايزه ايه ايوه سمستر هو مش لوجين ف انا كده انا اساسا 2019 وبس انا جهازي ما يستحملش 2019 فاخش على جروب 2016 على طول من غير ما ارجع تاني اسجل 2016 لا ما تسجلش انت مسجلت خلاص قلنا دي بينا وبين بعض حكايه تغيير المديول دي شكرا يا مستر شباب طيب يعني واللينكات الجروبات اتبعت على الجروب بتاعنا صح تمام ماشي شكرا مستر نعم بص انا دلوقتي حضرتك داخل بايميل اختي دلوقتي عشان كل ما ادخل بالتيم موبايلي ما بيرضاش بيقول لي كود انت انت ادخل باي واحد عادي مش هتفرق مش مشكله مش مشكله ماشي يا حاج ماشي شكرا شكرا أحمد. نزل ايدك بقى الاء الاء احمد عايزه الاء بسرعه الاء او علاء ما انا انا على جيمتريكس بس بيقول البيانات غلط فانا ممكن اغير الايميل بتاعي للايميل الموحد استني استني يا الاء انا لسه بعت جزء من بيانات كل وزاره في جزء جالي اتعمل له اكونت وجزء لسه ماشي بس انت كنت اسمعيني بس اسمعيني كنت كاتبه ايميلك صح يا بنتي في النموذج ولا لا انا كاتبه صح ايوه كنت كاتبه يعني كذا @gmail او كنت كاتبه ايه ايوه كنت ممكن ابعته لحضرتك على الواتس عشان مش عارفه اقوله اوكي شكرا يا نزلي ايدك يا بنتي فاطمه مصطفى عايزه ايه مستر هو في ابلكيشنز احنا محتاجينها يعني للتست ولا لا الابلكيشن انت محتاجه تو ابلكيشنز محتاجه تنزلي اوفيس 16 او 19 حسب الامتحان بقى اللي انت اخترتيه ومحتاجه تنزلي برنامج جيمتريكس لسه كنت كاتبه لكم على الشات انا مختار باور بوينت 2019 يبقى تنزلي اوفيس 2019 64 بت تمام ماشي وتنزلي جيمتريكس شايفه الشاشه بتاعتي كيف السطر الاولاني ده كده تنزلي من الموقع ده تطبيق اسمه جيمتريكس اوكي تمام ماشي نزلي ايدك يا فاطمه احمد احمد دوما عايز تقول يا احمد بسرعه لو سمحت لو الواحد يعني لو الواحد مش حافظ الكود بتاعه يجيبه منين الكود بتاعك موجود في الاحصاء الحكومه الالكترونيه في المدرسه موجود على استماره نجاح على وصل المفروض هتلاقي نسخه منه ان شاء الله شكرا يا احمد نزل ايدك حبيبه اتفضلي حبيبه اشرف اتفضلي يا انسه عايزه ايه بسرعه كده لو سمحت لو نفس الاسئله اللي فاتت يعني لو نفس سؤال اتقال نزله ايديكم يعني لا حبيبه مش عارفه هو سال قبل كده لا هو دلوقتي يعني لازم احضر التدريب كل يوم او يعني كل شويه التدريب ليه مواعيد معينه مرتين في الاسبوع مثلا بالكتير ثلاثة كده يعني ضروري الحضور ولا لا طب انت هتستوعب المادة العلمية لوحدك احنا عاملين مدرب او طلبنا يبقى فيه مدرب عشان يعني مهما كان الواحد بيحتاج اللي يدعمه ما يذاكرش لوحده انت شايفة ايه رأيك ايه لا اصلك انا ساكنة بعيد يعني جدا فهو بالنسبة لي المشوار صعب او انا ممكن عادي احضر
يا حبيبة اسمعيني، انت مش هتيجي مركز تطوير ده اونلاين بنتي. والله اه كنت بحسب لازم يعني احضر في المركز زي النهاردة كده. شفت النهاردة كده اونلاين هيبقى زيه ان شاء الله. ماشي شكرا مستر. هو دلوقتي لو انا عايز اجي عندكم في ابيس اجي الساعة كام؟ تسعة ونص لحيت الساعة كام؟ مستر لغاية الساعة واحدة مثلا. شكرا. لا عفو لو ده سؤال مستر. ما ينفعش حضرتك ما ينفعش النهاردة مثلا. النهاردة لو حضرتك هتخلي الميعاد على طول الساعة 8 لو ينفع حضرتك تغيره عشان انا بيبقى عندي تمارين. بص يا حبيبي هقول لك حاجة، انت مادة ايه مثلا؟ انا مادة باوربوينت 2019. كام كمل 16 انا لو نعم 16 ولا 19 كمل 19 بس. حلو في جدول الباور بوينت اسمعوني، في جدول الباور بوينت 19 دي مواعيد مش ثابته يعني، مره في محاضره يوم السبت الساعه كذا، يوم الاثنين الساعه كذا، يوم الاربعاء الساعه كذا، اكيد في ميعاد منهم بس اللي يعني في تمرين والباقي ينفعوا مش كده برضو ولا ايه؟ اه بس هو كده. يوم الاربعاء اللي عندي فيه هو والسبت. نزل ايدك نزل ايدك كده، ممكن يكون يوم الاربعاء ما فيهوش اصلا محاضره بالنسبه لك. نزل ايدك بقى لو ده سؤالك. عمر بسرعه يا عمر عايز ايه؟ عمر اوكي. محمد اشرف انت خلاص سؤالك لو كده نزل ايدك. مستر بس ثالثه اعدادي بتمتحن لحد يوم 3 هل هيكون الثلاث ايام معلش بتوع شهر 2 هيبقى كان في امتحانات ولا لا؟ اسمعوني هنبدا يوم 1 فبراير بس مش كل المواد يعني، في ماده ممكن تبدا يوم 4 هيبقى ساعات، واللي حتى هتبدا مادته يوم 1 وعنده امتحان هتتسجل هيبقى فاته محاضره واحده بس مش حكايه ان شاء الله. طب ثالثه اعدادي عندها يوم 1 2 و3 واحد بس يكمل اللي كان بيسال ها يوم يعني انا هبدا ثالثه اعدادي هنبداه ويقوم 1 و2 و3 هيكون فاضل لنا الثلاث ايام دول بس وخلص امتحانات. طيب يا ابني خلاص ممكن تلاقي المحاضره بتاعتك اصلا هتبدا يوم 4 او يوم 5، واذا حتى بدات يوم 1 ولا 2 هتبقى محاضره واحده بس فاتتك متسجله مش حكايه. اوكي تمام بعد اذنك يا مستر اروح اروح المركز امتى يوم ايه حاجه ولا خلاص شنو هتمها شهر 2 يا مستر؟ عمر هنا معانا. ايوه ايوه بس عمر دخلت على موقع الوزاره وسجلت الرقم القومي وكود الطالب بس بيقول لي عايز كلمه المرور القديمه الحاليه وكلمه المرور الجديده. ماشي اكتب اس تي دي الاس كابيتال تمام شباك نعم شباك هاش الشباك هاشتاج تمام. بعد كده بتكتب خانتين اليوم يعني انت مولد يوم كام، مولد في يوم كام، شهر كام، سنه كام. 29 واحد 29 01 تمام سنه كام 29 تمام يبقى 29-01-08 29-01-08 الجديدة بقى اختار اللي انت عايزها. شكرا يا عمر نزل ايدك. ريتاج عايزة ايه؟ بعدين لو حبيت تروح المركز تروح يوم ايه؟ انا ريتاج محمد 12 سنة. نعم يا مستر معانا مستر انا عندي سؤال. اه يا مستر ريتاج محمد يا جماعة لو سمحتوا انا بلدي اسماء مستر. ايوه مع حضرتك انا مع حضرتك طالب صوت. انا عندي سؤالين، لو انا صعب اوفر لابتوب عادي ممكن في مكان اجي فيه للتمرين ولا صعب؟ اوكي لو تقدر تيجي مركز تطوير تشرفينا مفيش مشكله ان شاء الله. تمام هتبقى المواعيد ايه؟ احنا موجودين من 9 ونص يعني بقول 9 ونص يعني هو المفروض من 9 9 ونص ل 1 ونص ان شاء الله. تمام السؤال الثاني هو انا مش معايا تليجرام عادي المواعيد هتنزل على الواتساب؟ كويس انك قلت كده، المواعيد هتنزل على التليجرام وعلى الواتساب وعلى صفحه المركز على الفيسبوك ان شاء الله كل محاضره. تمام حاجه لا شكرا. انس عايز حاجه؟ انس بسرعه. انس احمد اه حضرتك يا مستر دلوقتي اسمه ايه ده؟ انا دخلت وسجلت على الوجهتين وقال لي اللي هو طلع لي الواجهه بتاعت سانكس ومش عارف ايه ده كده. انا تمام اتسجلت وكل حاجه تمام. انت كنت سجلت قبل كده صح؟ لا سجلت امبارح او اول امبارح بس انا بتاكد من حضرتك. لا لا ده الكلام ده كان امبارح يعني. اه سجلت ايميل مظبوط كده؟ سجلت الايميلات وبعد كده طلع لي واجهه سانكس فور سبمنتد وبرده هي كده سجلت بس ما فيش مشكله ابعت لي على الواتس برده اسمك الثلاثي بالانجليزي والايميل
والمادة. تمام. شكرا نزل إليك أنا. آية. تمام. إن شاء الله تعالى. مستر بعد إذن حضرتك هو آية. هو المفروض ده أيوة مع حضرتك مستر هو المفروض ده اللي احنا بدأنا فيه من الأول ولا ده حاجة جديدة اللي هو كان مع بداية الدراسة تقريبا أو بعدها بأسبوعين ثلاثة هو ده ولا ده يعني مسابقة جديدة؟ ايه؟ حضرت معانا قبل كده صح؟ الأيام اللي فاتت حضرت كتير وكل الكلام اللي حضرتك قلته ده حضرتك قلته قبل كده فعايز أعرف ده جديد ولا ده القديم اللي كنت مسجلة فيه؟ هو القديم بس عشان في طلبة جدد فاحنا هنعيد من الأول يعني مش أكتر. تمام ماشي. ممكن سؤال بعد إذن حضرتك هو دلوقتي لو أنا عايزة يعني الحاجة اللي بتخلي الـ مثلا أجيب درجات أعلى في الامتحان عن حد تاني أو اللي يخلي الامتحان متميز الإجابات بتاعتي متميزة عن أي حد تاني أو أجيب مراكز أو كده مفروض بيبقى إيه الفرق يعني إيه الاختلاف في الإجابات؟ ما فيش اختلاف غير في حاجة واحدة بس إنك بتعرفي تقري السؤال كويس وتجاوبي بخطوات سليمة لا تزودي ولا تنقصي مش اكتر من كده. فهمت السؤال؟ فهمت السؤال كويس طبقتيه بشكل سريع ودقيق خلاص كده هي دي الميزه. طيب وبالنسبه للاقرار انا وديته لمدير المدرسه قال لي ما نعرفش عنه حاجه وما وضوش ما المفروض اعمل ايه بقى كده ولا حاجه خالص مش عارف توقيع المدير الست ابعتي لي صوره كده وخليه في ايدك وابعته لي زي ما هو كده. اوكي تمام. طيب. اوكي شكرا. أنا سنزل إيدك. أنا عندي 12 سنة وشهر 2 هتم 13 سنة. خلاص ماشي ما ينفع كده. أنا قلت يا جماعة قلنا لغاية قبل شهر 4 ماشي. محمود أنور عايز ولا سألته خلاص؟ بعد إذنك يا مستر أروح المركز إمتى؟ مفتوح كل يوم؟ إن شاء الله. ماشي إن شاء الله 9 ونص الصبح. معانا يوم مستر عمر ده. مستر. أوكي ماشي معلش يعني أنا بس لو نزل ايدك من فضلك. ايه نزلي ايدك من فضلك. مستر انا عمر. ماشي يا عمر انت كنت عايز تسال في حاجه تانية مش خلاص؟ لا ما دخلت سجلت نفسي. معاده يوم ايه؟ معاده يوم السبت. ماشي اوكي. دخلت سجلت الباسورد الحالي اللي انت قلت لي عليه بس قال لي غلط. قال لي ان هو غلط. طب خلي الموضوع ده بعد كده نتكلم فيه على الخاص على يعني عندك اخصائي تطوير تكنولوجي في المدرسه ولا لا يا عمر؟ لا. خلاص خلينا على الخاص نبقى نشوف الكلام ده بس مش النهارده بكره بس لازم. اوكي تمام شكرا. نزلي ايدك ايه ريتاج خلاص نزلي ايدك ريتاج محمد مستر لا ماشي في سؤال تاني. انا مش عارفه اتاكد ازاي ان الايميل صح او غلط مش فاكره انا عملته ايه يعني مش متاكده منه ارجع عيد الخطوات تاني من الاول. لا ابعتي لي على الواتس انت كتبت ايه مش فاكره اصلا كتبت ايه. لا تقريبا كتبت ريتاج محمد ما كتبتش ايميل كامل ما مش فاكره. ابعتي لي اسمك الثلاثي على الرسائل والاداره وانا ادور. تمام مش شكرا يا مستر. شكرا يا انت. في رقم كتب كود 477 مش عارف 19 مين ده مش رافع ايده اصلا. اوكي داليا خلاص كده. احمد عمر مستر بعد اذنك يعني انا لو عايز اتاكد ان انا كده صح مع حضرتك والايميل مبعوت صح ابعت لحضرتك اسم على الواتس والايميل لو كنت مسجل ايميل ابعت لي الايميل ده ابص عليه برضه. اوكي انا مسجل بايميل المدرسه. ماشي ابعته لي. تمام ماشي شكرا لحضرتك. يا عم شكرا لله. يلا يا جماعه لو السؤال متكرر او ملوش لازمه يعني اسف يبقى خلاص حاجه تكون جديده مشكله بجد حاجه ما اتقالتش. خلاص يعني مستر لو سمحت معلش واخر ميعاد التسجيل امتى؟ طالع بكره ممكن النهارده كمان المحافظات خلاص خلصت. تمام شكرا. شوف اللي هو عايزه ايه ما سجلتيش انا مش سامع مين بيتكلم معايا. عمار يا مستر. يا عمار انت لسه ما سجلتش؟ انا سجلت بس اخويا لسه هيسجل اخويا اولى ثانوي اللي هو عايزه. تمام ماشي. تمام انا بعت لحضرتك الخاص خليه سجل دلوقتي ان شاء الله. حاضر بعت لحضرتك الخاص يا ريت ترد يعني. تمام يا عمار شكرا. اوكي ايه نزل ايدك خلاص السؤال خلص. ايه خلاص سؤالك خلص نزل ايدك يا بنتي. احمد عمرو نزل ايدك
داليا او استاذه داليا حضرتك رفع ايدك. مين تاني يا جماعه عشان قبل ما نقفل الميتنج؟ ها تمام شباب خلاص يعني نقفل ولا ايه؟ تمام شكرا يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو ينفع نركب في الجهاز جيجا اكتر؟ لا دي اسال فيها بقى حد في الصيانه. ماشي اوكي حد الصيانه احسن يعني. لو سمحت مستر هو انتم وزعتم الباسوردات او الاكواد؟ لا لا انا قلت بس هتبقى نزل تطبيق جيمتريكس وبعد كده هكتب لكم على الجروبات ان شاء الله كل واحد ان الاكونت اتعمل ولا لا يعني. ينفع تبعت لي؟ تمام مش شكرا. لا مش هبعت على الخاص. ينفع تبعت لي لينك المحاضره مستر؟ هو ينفع تبعتوا اللينكات بتاعت الواتس على الواتس كلها بتاعت التليجرام والحاجات دي كلها بتاعت باوربوينت؟ موجوده في النموذج الثاني. افتح النموذج التسجيل الثاني وما تسجلش في اخره في الروابط. اوكي تمام ولا ايه؟ تمام ماشي تمام. حد تاني عايز حاجه يا جماعه؟ في 15 واحد رافع ايده فين هم؟ طيب يلا السلام عليكم يا جماعه. سلام سلام يا مستر.